حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتم، مساء عليكم بالخير في حلقه جديده من ويوم جديد من ايام شركه الدوره الكويتيه للاستثمار لكره قدم الصالات في نسختها الرابعه. طبعا هذه البطوله تحت رعايه وزير الماليه الدكتور نايف فلاح الحجرف، وهذه السنه الرابعه اللي نتواصل فيها معاكم ونكون موجودين في صاله نادي الكويت في منطقه كيفان. اليوم بلش طبعا اليوم اول ايام الدور الثاني وهو دور الثمانيه من هذه البطوله، ايام قليله تبقت وتنتهي هذه البطوله اللي امانه ما ودنا انها تنتهي، لكن على امل ان نلتقي فيكم دائما في كل عام من هذه البطوله. بدايه قبل ان نتكلم على مباريات اليوم والمباريات اللي راح تكون في مباريات اليوم، نرحب بضيوفنا ومحللينا الدائمين في الاستوديو التحليلي المصاحب لهذه الدوره الكابتن ثامر الهاجري. حياك الله، مساء عليك بالخير كابتن ثامر. مساء عليك وعلى الساده المشاهدين، وسعيد بتواجد اليوم يعني باستمرار في هذه البطوله من سنوات، وبالوقت الحالي بالبطوله الحاليه، واعتقد ان الحين وصلنا احنا للمراحل المتعه، مراحل الاثاره، مراحل اللي احنا دائما نبحث عنها، اللي هي تعطيك تكتيك، تعطيك اهداف، تعطيك فنيات، تكنيك اللاعبين، الحين راح يبتدي معانا من اليوم. اكيد. مسي بالخير على كابتن سالم امان. يا هلا والله اخوي عبد الله، مسي عليك ومسي على اخوان المشاهدين. وما قال يمكن اخوي ثامر، يعني ان المباريات الحسم هذه هي اللي راح تعطي اثاره اكثر يعني بالبطوله، والعكس ممكن بعض المباريات اللي شفناها يمكن في دور المجموعات ما كانت المستوى، في مباريات ممكن مستواها ما كان جيد، وفي مباريات الامانه بالعكس مستواها جيد، لكن نشوف الحين الفرق ما شاء الله اللي تاهلوا والكل يستحق، فرق كلها على مستوى عالي. فراح نشوف الحين ممكن مباريات يعني راح يستمتع فيها الجمهور باذن الله. اكيد نذكر ان اليوم راح تكون في هناك ثلاث مباريات وليس كما جرت العاده اربع مباريات، اليوم راح تكون في مباراتين. المباراه الاولى ناخذ عبد الوهاب العثمان مع ناخذ هلال بن فتحان المطيري، وراح تكون في هناك مباراه اخرى ايضا هي ما هي استعراضيه لكن هي مباراه جميله، راح تكون من لاعبينا الدوليين، لاعبينا الانديه ومنتخبنا الوطني، بالاضافه الى مباراه ثانيه راح تكون مباراه الناخذه خليفه شاهين الغانم مع فريق الناخذه احمد محمد المعتوق. اذا بنتكلم بدايه كابتن ثامر على اول مباراه ويمكن اقوى مباراه في هذا الدور من وجهه نظري، ويمكن تتفق معي كونها هذه المباراه في العام الماضي هي كانت المباراه النهائيه. صحيح. يعني نقدر نقول اليوم نهائي مبكر. يمكن لو نتكلم عن الفريقين نشوف هما اكثر الفرق تنظيم داخل الملعب وتنظيم خارج الملعب. لما نتكلم خارج الملعب نتكلم عن الامور الفنيه، سيطره الجهاز الاداري، يعني نشوف الفريق في مدرب وفي اداري. فدائما اذا شفت في مدرب وفي اداري تاكد ان في امور اداريه وفي امور فنيه. فبالتالي يعني اللي يحدث من خلال الامور الاداريه والفنيه راح تشاهد في انضباط داخل الملعب. وهذا اللي قاعد ينعكس على الفريق. يعني لما نتكلم عن فريق ناخذه عبد الوهاب العثمان، هو متمثل يعني اللاعبين احنا عارفينهم كلهم، لاعبين نادي كاظمه ولاعبين شاركوا في اكثر من مره وحامل اللقب، وحامل اللقب في البطوله السابقه، وعنده لاعبين اشدنا فيهم وحصلوا على جائزه افضل لاعب اكثر من مره، من ضمنهم منتصر ابراهيم في حراسه المرمى، حتى ايضا طلال الجراح المطيري، يعني في كثير من اللاعبين. ولكن احنا نتكلم عن شكل الفريق، دائما فريق كاظمه يلعب بالسهل بالسهل، دائما اشوف الاستلام والتسليم عنده بشكل جيد. صحيح. ودائما يبحث
عن عمليه الون تو والون ثري اللي هي دائما تشكل خطوره امام المرمى. في المقابل احنا نتكلم عن الفريق اللي هو ناخذه هلال فتحان طيري، عنده عناصر وعنده لاعبين في كل سنه يكون في النهائي نعم. بالاضافه ان اللي وجود جهاز فني، احنا لما نتكلم جهاز فني عنده قراءه لكل مباراه، ودائما نتكلم ان احنا في عمليه التنسيق داخل الملعب، خصوصا لما نقول احنا في لاعبين وجودهم محطه في الملعب، مثل ما احنا تكلمنا على فرغلي اللي هو لاعب يعتبر محطه، فهذا واحد من التكتيك اللي قاعد نشوفه احنا من خارج الملعب يطبق داخل الملعب، وهذا الشيء ينعكس دائما داخل الملعب في تواجد لاعبين عندهم تكنيك عالي، امكانيات عاليه، بالاضافه الى الاداره الفنيه خارج الملعب. نعم. ونشاهدها راح نتكلم فيها ان شاء الله ما بعد المباراه، الامور الفنيه البسيطه ان شاء الله. اكيد كابتن سالم، الفريقين لديهم اربع اهداف في المجموعات، يعني عندهم لاعبين هدافين، بالاضافه الى وجود حارسي مرمى على مستوى عالي، واحد منهم دخل عليه هدف واحد فقط الصليلي وهو كان افضل حارس البطوله الماضيه، والحارس الاخر لم يدخل المرمى اي هدف لحد الان، محافظ على نظافه شباكه. يمكن عبد الله احنا قاعد نشوف كل فريقين بشكل عام، بشكل عام الكل لعب ثلاث مباريات، فاز فوزين وتعادل بدون خساره، بالعكس ممكن الفرق هدف واحد هو يمكن نزل فريق ناخذه هلال المطيري فتحان طيري خلاه المركز الثاني. فالفريقين متوازنين، مو بس هالنقطة هذه، عندك أفضل لاعب، الفريقين خذوها مرتين. نعم. تيل الهدافين، هدافين اثنين بالفريق، فكل فريق بشكل عام متوازنين الفريقين للأمانة، ونفس ما قلنا يعني تكفي أن هذا الفريقين اللي بيحبسون بيلعبون هم كانوا مشاركين في نهاية العام، فالمباراة هذه بحد ذاتها نهاية مستوى، يعني ما أتمنى أن يقابلون فريقين مثل هالمستوى، ولكن هذا القرعة يعني يمكن ناخذه هلال مطير. نعم. في الاسبوع في اخر جوله قصدي. صحيح. تغيرت الحسبه ونقدر طاح الثاني، فمباراه بالعكس مباراه انا اتوقعها من احلى مباريات الجوله ومن احلى مباريات البطوله بعد. اذا سننتقل وياكم الى ارضيه الملعب لمشاهده اولى المباريات، وهذه المباراه اللي تعتبر كنهائي مبكر، ان شاء الله نستمتع وياكم في هذه المباراه، والكلمه للزميل بدر الشداد. شكرا للاخوه الزملاء، بسم الله الرحمن الرحيم، احييكم اجمل تحيه. زميلي عبد الله دشتي شكرا على تقديم الاستوديو التحليلي هناك في تغطيتنا لدوره الشركه الكويتيه للاستثمار لكره القدم المستمره في يومها السابع اليوم، ولكن اليوم في الادوار الاقصائيه وتحديدا في دور الثمانيه. شكرا ايضا للكباتن الموجودين معنا اليوم، سالم امام في التحليل الاستوديو التحليلي، وكذلك ايضا كابتن ثامر العجري. اذا الفريقين اللذين بالفعل استحقا الوصول الى هذه المرحله، فريق الناخذه عبد الوهاب عبد العزيز العثمان، وفريق الناخذه هلال فجحان المطيري ايضا هو الاخر وصل الى هذه المرحله عن جداره، وبالتالي فريق العثمان ايضا الذي تصدر مجموعته الاولى بسبع نقاط، وفريق الناخذه هلال فجحان المطيري ايضا كان في المركز الثاني وبفارق الاهداف وفي سبع نقاط في المركز الثاني في المجموعه الرابعه، لكن يبقى فريق الناخذه خليفه شاهين الغانم هو الفريق الوحيد الذي انهى الجوله الاولى او انهى دور المجموعات بالعلامه الكامله بتسع نقاط، لكن البقيه كلهم سبع نقاط، وبالتالي الكل ينافس هنا في دور ثمانية لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرابعة لكرة قدم الصالات للبراعم المقامة هنا في صالة نادي الكويت في يومها السابع، في مباراة صعبة جدا بين طرفين أيضا لديهم أرقام مميزة حقيقة. فريق ناخذ
العثمان عند لاعبين مميزين حقيقة في المقدمة، وبالتالي ممكن يعطونا الأفضلية، وكذلك أيضا وجود فريق الأزرق اليوم هو فريق نأخذ الآن المطيري. إذن صافرة البداية لحكمي اللقاء مشعل كمال مع أيضا محمد بدر الذي يبدأان في هذا اللقاء، وكرة اللعبة الآن في نص الملعب فريق الأزرق، هو طبعا فريق نأخذ الآن المطيري الذي كما ذكرنا احتل المركز الثاني في مجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن فريق الصدارة هو فريق نأخذ محمد عصفور، وكرة اللعبة الآن تصل إلى أحمد حسن جهة اليمين. الفريق البرتغالي ليس في الفريق السيء الهير حقيقة لوجود عناصر أيضا مؤثرة في تشكيلته، تكلم عن أيضا اللاعب اللي موجود في خط المنتصف حقيقة، نتكلم عن منتصر سليمان لاعب جيد حقيقة في نص الملعب، هو في أبرز لاعبين الفريق النوخذة عبد الوهاب العثمان. وكرة اللعبة الآن عاصم فرغلي في جانب فريق النوخذة هلال المطيري، لكن كرة إلى خارج الملعب ركلة تماس. عاصم فرغلي لديه 3 نقاط في المباراة الماضية الذي سجل فيها هاتريك. كوستيني أيضا لاعب جيد، وكرة اللعبة الآن محاولة ثنائية فرغلي إلى كوستيني، كوستينيو بيحاول يعمل عليه كنترول لكن كرة مقطوعة، بيحاول فيها الرندي محمد الرندي في جانب أيضا فريق نأخذ محمد نأخذ عبد الوهاب العثمان، لكن كرة وصلت الآن في الخلف لحارس مرمى ابراهيم صليلي بيلعبها إلى جيت اليسار ليلي أيضا اللاعب غازي أو عبد العزيز حصان، حارس مرمى بيلعبها طويلة في الأمام ولكن أقرب لحارس المرمى خالد شايع بيلعبها على طول بدور ناحية اليمين إلى علي الراجدان أحمد حسن بيلعب لك كرة في الأمام ولكن أقرب لحارس المرمى، خروج لحارس المرمى إبراهيم عايد في اللعبة الماضية، وبالتالي الكرة وصلت سهلة. فيها تحفظ من المباراة في بدايتها، فيها تحفظ لأن فريقين ممتازين حقيقة في الأدوار التمهيدية لهذه البطولة، قدمها بعروض ممتازة حقيقة، لذلك هما وصلوا إلى هذه المرحلة من دور الثمانية. لكن بالمناسبة هما التقوا في الموسم الماضي حقيقة، الموسم الماضي نفس الفريقين تقريبا بنفس الأسماء التقوا ولكن بالاسم مختلف، ولكن أسماء اللاعبين تقريبا هي تقريبا 80% تواجهوا في الموسم الماضي أيضا في دورة الشركة الكويتية للاستثمار، وكان الفوز لمصلحة فريق العثمان أعتقد حاليا هو الذي فاز في ركلات الترجيح، لكن انتهت المباراة كانت بالتعادل بالوقت الأصلي. كرة اللعبة الآن محاولة للمرور لا زالت موجودة ولكن الكرة طالت من أحمد حسن إلى خارج الملعب، ورمية مرمى للحارس إبراهيم عايد صليلي حارس المرمى في جهة اليسار الحصان الآن عبد العزيز إلى حارس مرمى، تحفظ لا زال مستمر، المبادرة والمفاجأة والدخول الهجومي هو في أقرب للفريق الأزرق. كاستينيو الآن الروماني بيحاول يلعب ومنتصر سليمان في نص الملعب، كرة اللعب توصل قريبة إلى عاصم لكن طالت ووصلت الآن، ممكن التسديد خارج منطقة وخروج حارس المرمى في اللعبة الماضية، وبالتالي تحولت إلى ركنية في رغبة للفريق نأخذ الآن المطيري أن يبدأ المباراة بهدف وتسديدة، لكن الكرة على طول عاصم فرغلي مع كوستينيو أحد أبرز مفاتيح الفريق الأزرق في هذه المباراة، ممكن يعملون شيء، وكرة اللعبة الآن وتوصل وتسديدة لكن كرة إلى خارج الملعب على مرحلتين. لاعب جيد حقيقة هو علي الرجدان في اللعبة الماضية وكان آخر لاعب لفريق نأخذ الآن المطيري في اللعبة الماضية، وكانت خطرة يعني كان ممكن تأتي بها بكرة عكسية، وبالتالي الأمور الآن تلعب على طول من حارس المرمى إبراهيم عايد. لازال الفريق نأخذ عبد الوهاب العثمان ما بادر بالهجوم لكن هو ليس بالفريق الهير في الهجوم، لكن هناك ضغط عليه وكرة اللعب منتصر كورته مقطوعة وعادت إلى منتصر سليمان بيعبة حلوة رائعة بينية بتوصل في الأمام، الله قايل لك فريق العثمان ليس بالفريق الهين لأنه هو يكمن إلى تمريره، وبالتالي هو منتصر سليمان أكمن في الكرة الماضية، وبالتالي مرر كرة رائعة جدا للاعب طلال جراح المطيري يسجل أولى أهداف فريقه. شوف التمريرة، هي التمريرة كافية، هي التمريرة فيها جزء كبير من الهدف حقيقة، 80
بالمئة من الكرة ومن الهدف كانت من تمريرة منتصر سليمان، وبالتالي التوغل والتمركز الجيد لطلال جراح الذي استغل الفرصة والذي أركل الكرة في المرمى رغم سيطرة ورغبة الفريق الأزرق. هو فريق النخذة نجحان المطيري تلقى هدف مباغت، لأنك هنا الفريق العثمان يكمن في الدفاع، هذا يسمونه الدفاع المتمكن، لذلك هو كان ينتظر هذا الخطأ وينتظر هذه التمريرة من منتصر سليمان، وبالتالي مر الكرة على طول المتحفز للكرة طلال جراح الذي لم يتوانى في استغلال هذه الفرصة. وكرة اللعبة الآن توصل قريبة وممكن حاول، ولكن هناك فيها خطأ، تلعب أحمد حسن محاولة للمرور ولكن الكرة مقطوعة. طلال صاحب الهدف، طلال جراح بيلعبها ناحية اليمين، خذ ثقة فريق العثمان الآن بعد التقدم بالهدف الأول، أخذ ثقة في نفسه في نقل الكرة، وبالتالي غازي السلطان في الكرة الماضية، لكن الكرة إلى خارج الملعب، لعبة على طول سريعة محاولة الرد الآن لفريق طبعا فريق الهلال فيجحان الهلال المطيري كان يعاني نفس هذا الطريقة السيناريو في المرة الماضية، وكرة اللعبة جول جول، كوستينيو قادهم في هجوم مباغت، وبالتالي فرغلي سجل لهم وسجل عصام عاصم فرغلي سجل هدف التعادل وهو هدف الرابع في هذه البطولة الشخصي. شوف لعبة على طول وفي مكان غير مراقب، هو كان عاصم فرغلي سجل هدف التعادل. إذن يأتي الرد سريعا من جانب كوستينيو الذي تحرك ومرر إلى عاصم فرغلي وسجل منه أول أهدافه في هذه المباراة وهو هدف التعادل لفريقه. كرة اللعبة الآن أحمد حسن مرور أمام المرمى، جول جول، ثاني على طول أحمد حسن يسجل ثاني أهداف فريقه وهدف التقدم والسبق لفريق النخذة المطيري. حقيقة تقدم بهدف ثاني الآن على طول، مراوغة رائعة جدا في نفس الزاوية في الزاوية العالية حقيقة في الشبك، عملها قوية وصعبة وقريبة من حارس المرمى وصعبة عليه. شوف تسديدة أحمد حسن تعلن هدف ثاني لفريق الهلال، هدف ثاني لفريق فجحان المطيري في اللعبة الماضية. فجحان المطيري الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف لفريق النخذة عبد الوهاب العثمان في اللعبة الماضية، كان من بدأ التسجيل هو فريق العثمان لكن عاد من بعيد. وكرة اللعبة الآن كان سيناريو المباراة الماضية، كان متأخر في المباراة هو فريق النخذة المطيري لكن عاد من بعيد وفاز في تلك المباراة. الآن ذات الشيء تقدم هو فريق النخذة عبد الوهاب العثمان بهدف، لكن عاد الآن وتقدم بهدفين، سجل تعادل وعلى طول هدف ثاني، وبالتالي الأمور الآن أصبحت معقدة للفريق البرتغالي فريق النخذة عبد الوهاب العثمان. في الدقائق القادمة عاصم فرغلي الآن في نص الملعب يلعبها إلى أحمد حسن صاحب الهدف الثاني، تلعب على طول في النص مقطوع الحصان اللي حصان بيلعب له كرة أرضية حقيقة مقطوعة كرة عبد العزيز حصان، وتصل الآن كوستينيو بيحاول يلعبها ولكن تنقطع تعود إلى كوستينيو مرة أخرى في نص الملعب، ومنتصر سليمان مع كوستينيو في منتصف الملعب وفيها خطأ، خطأ لكوستينيو لفريق النخذة الهلال فجحان المطيري في الكرة الثابتة هذه. كوستينيو ترتد إلى جهة اليسار توصل إلى عاصم فرغلي معاه كوستينيو وتسديده، لكن فرغلي طالت منه وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. لعبت على طول رمت مرمى من حارس المرمى هو إبراهيم عايد، لكن هناك تدخل والإبعاد من جانب علي الرشداني إلى خارج الملعب. تلعب أحمد حسن حاول يعدي، حاول يأتي بنفس السيناريو وتسديده، لكن طلال ترتد على طول رشدان تغطية رائعة جدا للدفاع في اللعبة الماضية، وبالتالي الكرة إلى ركلة توماس يلعبها هو عبد العزيز على طول الحصان عبد العزيز، كرة عادت مرة أخرى. الآن يلعب يعني على راحته الفريق الأزرق، فريق مرهان المطيري حقيقة يلعب على راحته، لكن لديه لاعب جيد حقيقة في الخلف فريق
ناخذ الهلال فجعان المطيري حقيقه هو اللاعب خمسه حقيقه على الرجدان عامل ارتكاز في الدفاع حقيقه في اكثر من كره وبالتالي يعطي ثقه والكره الان الى خارج الملعب عدت على خير الكره الماضيه هذه كاد ان ناحيه الاداره اداره البطوله و تسديده كانت صوبنا حقيقه الله ستر الله عده على خير المهم المباراه تنتهي في الشوط الاول مثيره حقيقه بهدفين لهدف في مصلحه فريق انه خذها الهلال فجحان المطيري مع زميل الان بلال الشامي في ارضيه الملعب يا نوخذانا فريق النوخذة هلال فجحان المطيري متقدمين عليكم بهدفين وانتم عندكم هدف واحد ايش راح تسوون بالشوط الثاني ان شاء الله نعوض اكيد خصوصا ان المباراة اليوم حاسمة يعني اكون او لا اكون صح ولا لا صح بس ما تشوف ان مستواهم هم مو اقوى من مستواكم لكن متحركين اكثر وقاعد يتحكمون باللعب عدل ولا لا عدل انتم ايش راح تسوون ان شاء الله بالشوط الثاني ان شاء الله نعوض شوط ثاني ونفوز راح نشوف تعادل ولا فوز فوز ان شاء الله موفقين خير ان شاء الله شدوا حيلكم اعزائنا المشاهدين طبعا اليوم جائزه افضل لاعب راح تكون عباره عن $100 مقدمه من الشركه الكويتيه للاستثمار خلكم معانا ولا تبعدون عندنا مفاجآت وايد اليوم مبالغة ولكن هي المباراة بشوطيها هي على عاتق المدرب واللاعبين يتقاسمان المسؤولية إذن صافرة الشوط الثاني تنطلق حقيقة في تقدم كما أنهى الشوط الأول فريق الأزرق وفريق نأخذ هلال فجحان المطيري وبهدفين مقابل هدف لفريق نأخذ عبد الوهاب عثمان إذن ننتظر في من سوف نشوفه في المباراة النهائية أو عفوا المباراة قبل النهائي راح تكون دور الأربعة اللي فايز من هذه المباراة دور الأربعة وهنا حاول ولكن كرة لعاصم فرغلي كورته في الشباك الخارجية وكرة لعبت الآن وطويلة خلف المدافعين لكن ما حصلها حقيقة سريعة ما حصلها اللاعب غازي السلطان كانت سريعة عليه وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب كرة غازي كانت خلف المدافعين حلوة ولكن تحتاج إلى تركيز وسرعة ولكن الكرة أبعدت والآن إلى ركلة تماس اللعبة الآن من غازي السلطان لكن عصام فرغلي بيشيلها تصل إلى الرندي كرته مقطوعة تصل إلى عاصم فرغلي وهنا أيضا غازي السلطان إلى خارج الملعب ركلة تماس فريق الأزرق المتحكم في المباراة والنتيجة لحد الآن كوستينيو مع أيضا صالح موسى كوستينيو إلى رجدان كوستينيو رجدان بيلعبها طلال رجدان علي رجدان في الكرة الماضية علي رجدان هو المدافع الثابت حقيقة في فريق نأخذها الآن فجعان المطيري حقيقة رابي يلعبها على طول على الرجزان وكرة تصل إلى أحمد حسن في النص إلى كاستينيو بيلعبها طويلة في الأمام لكن أغلب إلى حارس المرمى إبراهيم عايد بيلعبها على طول ولكن علي رجزان رايح حقيقة في الخط الخلفي لفريقه وكرة لعبت الآن بيلعبها إلى جهة أحمد حسن إلى علي رجزان تسديده لكن بيشيل الرندي وتوصل إلى كاستينيو يحاول يتحكم في الكرة بيلعب ثنائية فرغلي كوستينيو جول الله فرغلي جول الله لازالت لكن حارس المرمى وشالها كرة ارتدت في الغائم خطرة كانت جدا وفرصة سانحة جدا خطرة لفريق الأخضر لفريق الأزرق ضاعت بكرة ارتدت من الغائم كرة فرغلي
كرة فرغلي ارتدت من القائم الأيسر حقيقة، وكادت كادت تعادل أن يأتي بهذا السيناريو الخاطئ، بهذا السيناريو الخطر حقيقة كاد أن يأتي هدف التعادل بقفلة من حارس المرمى. خالد شايع كان ممكن يدفع ثمنه فريق الهلال، فريق الهلال المطيري حقيقة في الكرة الماضية، لكن الآن كرة اللعب لا زالت مباراة فيها إثارة، فيها إصرار، كرة تصل إلى فرغلي، جول فرغلي، شال حارس المرمى مرتين، الله إبراهيم عايد الكابتن حقيقة حارس المرمى شال كولتين بعدما كانت الأولى أيضا في الفرصة الأولى أيضا كانت خطرة، وهو الذي تعامل معه، وبالتالي إبراهيم عايد الآن خلص مرمى من ثلاثة أهداف، كان في الموعد وكان هو يتصدى لمحاولاتهم لكراتهم، ولكن احتالت النتيجة ما تغيرت، 2 للفريق الأزرق، فريق نأخذه لالفتعان المطيري، وبالتالي الأمور لا زالت في 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 امل بالنسبه لفريق نقض الواب. عثمان ان ياتي بهذا التعادل، وكاد ان ياتي، كره لعبت في الامام علي الرجلان، لكن كورته الى ابراهيم عايد حارس المرمى في الامام، طويله عملها، ولكن غازي السلطان يحاول يسيطر على الكره، لكن يبدو ان الكره عبرت الى خارج الملعب، ركله تماس، لعبت الكره على طول صالح موسى، أرضية، ولكن طالت والمباراة طالت في الشوط الثاني، ما فيها جول، فيها إثارة لكن ما فيها جول، وبالتالي من يسجل، من يقصي من في اللحظات القادمة، لأن هدف في اللحظات القادمة تعطي، إن كان الفريق الأزرق تعطي أفضلية وتعطي الأحقية في المرور إلى دور الأربعة، لكن إن كان البرتغالي فمعناته أن الأمور عادت للتعادل، نذهب إلى التعادل، وكرة لعبت الطويلة وتسديدة منتصف سليمان، لكن الكرة إلى خارج الملعب، خارج الملعب. يعجبني في الفريق البرتغالي أنه يلعب بإمكانياته، في بتوازن بين الهجوم والدفاع حقيقة، ولكن الفريق الأزرق لديه إمكانيات رائعة جدا في الهجوم، دائما هجوم، ولأن عنده إمكانيات الهجوم، وعنده لاعب أيضا متمركز في الخلف ثابت، هو علي رجدان، مع وجود أيضا صالح موسى في الخلف دائما ثابتين. كرة اللعبة الآن علي رجدان مع صالح موسى، وكرة اللعبة على طول أرضية، فرغالي بيلعبها إلى كوستينيو، حاول التسديد كوستينيو، جول 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 جول، هذه الأهداف اللي تعمل بالعقل، عملها بعقله هو كاستينيو، وبالتالي سجل ثالث أهدافهم، ركل لأنه يعلم تماما أن الزاوية فاضية، يعلم تماما أن الزاوية غير متوقعة، شوف كاستينيو عملها في الزاوية التي خادعت حارس المرمى، كان الردي مغطي على حارس المرمى، لكن هذه تحسب للاعب كوستينيو قراءته للكرة الماضية، وبالتالي ركل الكرة في زاوية صعبة، وبالتالي سجل هدف ثالث لتصبح النتيجة ثلاثية الآن لفريق الأزرق، فريق النخل الهلال فتحان المطيري الأقرب لأن يمر للوصول للدور الأربعة بهدف الثالث، وبالتالي قلص حظوظ الفريق البرتغالي. فريق النخل عبد الوهاب العثمان متصدر المجموعة الأولى الآن متصدر المجموعة الأولى، يعاني الخروج من دورة شركة الكويت للاستثمار وعدم بلوغ الدور الربع نهائي، وكرة اللعبة الآن في الأمام، حاول لاستباق الوقت، ولكن كوستينيو يحاول يقتل المباراة، الله برافو حارس المرمى، إن كان هناك تألق في هجوم فريق الأزرق فإن هناك تألق آخر يقابله في التصدي للكرات حقيقة حارس المرمى إبراهيم عايد يتصدى لكل الكرات، لكل الانفراديات التي حدثت في هذا الشوط، شوط المباراة الثاني. فريق الهلال المطيري كان يستحق أكثر من هدف، أكثر من ثلاثة على أقل تقدير في شوط المباراة الثاني، لكن حارس المرمى كان حائل دون ذلك دون تسجيل مزيد من الأهداف. كرة اللعبة الآن، محاولة وإصرار، هو قوة الفريق الهلال فتحان المطيري، قوته الضاربة هجومية، شدت مباراة، شدت لابد أن تشد، لنا بهذه الطريقة بهذا الحماس لابد أن يكون هناك شد وجد بين اللاعبين الاثنين، لكن حكم المباراة مشعل
مشعل كمال اعطى بطاقه للاعب عاصم فرغلي. انت لاعب جيد عاصم فرغلي الاحصاب، وانت فريقك فائز. ابراهيم عايد انت حارس مرمى جيد، اعتقد هو لعب افضل مباراه في الدوري لحد الان، وكره لعبت في الامام، ولكن اغرب كره يبدو انها عبرت، وبالتالي على طول الرندي بيلعبها. الرندي محمد بزعل الرندي، لكن يتركها لابراهيم عايد كابتن الفريق. عايد يلعب حارس المرمى، يشعر بمسؤوليته في هذه المباراة، لأن تلقى مرمى ثلاثة أهداف وهو في 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 حد ذاته أيضا في شوط المباراة الثاني فقط تصدى لثلاثة أهداف أو أربع أهداف فقط، رغم وجود ثلاثة أهداف في مرمى، لكن هو خلص ثلاث أو أربع أهداف محققة في 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 كان في 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 مرمى، كان ممكن تكون لفريق الأزرق فريق ناخذها هلال فجعل مطيري، لكن هكذا كرة القدم، هناك قوة ضاربة وأيضا روح عالية من جانب أيضا عاصم فرغلي، يبي أيضا الاعتذار من حارس المرمى، العودة مرة أخرى للمنافسة من حارس المرمى إبراهيم عايد، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. خارج الملعب الوقت، هل يسعث الفريق البرتغالي أن يقلص الفارق ومن ثم يسجل هدف التعادل؟ ممكن وغير ممكن، أعتقد على مستوى قوته الهجومية غير ممكن، لأن لازال الفريق الأزرق يضرب بقوة هجوميا، وهو المتقدم بثلاث أهداف مقابل هدف. إبراهيم عايد الآن يحاول بكرة أمامية، ولكن كرة على طول شالها، شوف تدخل رائع جدا لعلي الرجلان المدافع في الكرة الماضية، لعبت على طول كوستينيو وتسديدة من جانب إبراهيم عايد في اللعبة الماضية، لكن كرة إلى خارج الملعب، حاول يضغط الآن يركز، لكن شالها على طول خالد شاي حارس المرمى. ركز فريق البرتغالي أن يقلص الفارق في هذه اللحظات حتى يبقى ويبقي على حظوظه في المباراة، لكن أعتقد الأمور صعبة أن تأتي في هذا الوقت هدفين. كرة لعبة إبراهيم عايد بيلعبها كرة عالية، وكرة لازالت خطرة، لكن حارس المرمى وجول تسبع حارس حكم المباراة، جول حسبها جول انها عبرت، وبالتالي رغم ان حارس المرمى مسكها، شوف اعاده حارس المرمى تدخل فيها، وهنا رندي عملها براسه، لكن بالفعل جول، وتصبح النتيجه 3-2، ومباراه راح تصبح في الثوانيه الاخيره صعبه جدا، كره جدا، كانت كرة المباراة والأمل بالنسبة لفريق البرتغالي فريق إنه خذ عبد الوهاب العثمان، لكن الكرة عدت بأمان وعدت بلام ملامسة العارضة، كرة طلال جراح المطيري الذي أخفق في الكرة الماضية، رغم أنه هو الذي سجل أول أهداف فريقه في هذه المباراة، لكن المباراة كانت بشكل عام مثيرة، عاصفة من الإثارة، من تقلبات، من أيضا شوف التدخل حارس المرمى مع طلال في اللحظة الأخيرة التي أعطت الفريق الأزرق نتيجة المباراة بثلاث أهداف مقابل هدفين. شكرا للفريقين لهذا الأداء العالي جدا والراقي في هذا الدور حقيقة، في دور الثمانية، وبلوغ الفريق الأزرق إلى الدور الربع نهائي من دورة الشركة الكويتية للاستثمار. بعد قليل تلتقون بزميلي بلال الشامي في صالة وتكريم أفضل اللاعبين في هذا اللقاء. مشاهدينا وجمهورنا الكريم، انتهت المباراة بفوز فريق النوخذة أهلال بن فجحان لمطيري بثلاث أهداف مقابل هدفين لفريق النوخذة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان. والحين مع اللحظة الحاسمة وتكريم أفضل لاعب في المباراة، لكن
اللي راح يكرم أفضل لاعب عندنا نجم من نجوم الكرة الكويتية اللي أنا أعشق لعبة دائما من طب قد ساوي ما يحتاج حي معي الكابتن مساعد ندى حيو كل عام وانتم بخير خير إن شاء الله تقبل طاعتكم جميعا منا ومنك إن شاء الله واللي فاز معانا بأفضل لاعب رقم 5 من فريق هلال فجحان المطيري اللاعب علي الرشدان حيو طبعا مثل ما قلنا لكم وعدناكم ان الجائزه راح تكون عباره عن 100 دولار مقدمه من شركه الكويتيه للاستثمار الف مبروك الف مبروك يا رشدان الف مبروك تستاهل كل خير كابتن مساعد شلون شفت لعب عيالنا البراعم والله ما شاء الله صراحة في لاعبين مميزين بالبطولة ومباريات كانت حماسية لآخر الدقائق واتمنى لهم إن شاء الله التوفيق جميعا يعطيك العافية طبعا حضورك أكبر دعم لعيالنا جزاك الله خير ما قصرت مشكور طبعا طاعتك جمهورنا الكريم لا تبعدون عندنا مفاجآت كثيرة وأحب أذكركم وأقول لكم النهائي إن شاء الله راح يكون يوم السبت والجائزة راح تكون عبارة عن تذكرتين سفر لحضور نهائي كأس العالم في روسيا ما عليك إلا أنك أنت تحضر الدورة في نادي الكويت دورة الشركة الكويتية للاستثمار وتسجل كوبون وإن شاء الله تكون أحد الفائزين معانا خلكم معانا راح ننتقل إلى الاستوديو التحليلي مع زملائنا الكباتن إلى هناك حياكم الله مشاهدينا عودة لكم مرة أخرى نبارك لفريق النوخذة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان نقول لهم هار لك طبعا هم كانوا حامل اللقب وكانوا أبطال النسخة السابقة لكن ودعوا هذه البطولة من دور الثمانية بعد مباراة جميلة أمام فريق النوخذة هلال بن فتحان المطيري نقول له مبروك التأهل إلى الدور القادم والدور قبل النهائي سالم مباراة كانت جميلة جدا ما بين الطرفين مباراة فيها أهداف مباراة حماسية 5 أهداف في هذه المباراة 3-2 لغاية الثمانية الأخيرة كان ممكن أن فريق النوخذ العثماني يحرز هدف التعادل وتتجه إلى ضربات ترجيح أول شيء طبعا مبارك فريق الهلال المطيري وتأهله هذا المستحق للأمانة الفريقين اليوم قدموا مباراة وعطوك نموذج يعني للامانه عن اللاعبين المشاركين في البطوله يمكن قاعد نفس ما قلنا من قبل المباراه عبد الله قلنا في مباريات ما كانت قد المستوى شفنا اليوم هذا اول مباراه في دور الثمانيه اتمنى طبعا المباراه ما تقل مستوى عن هذه بالعكس الفريقين انا بالنسبه لي كسبانين 3-2 مباراه كبيره الكل الجمهور الكل تعاطف وياه كل شيء يعني تحمس بالمباراه نشوف حتى اللي برا قاعدين احنا فالمباريات بالعكس احنا بتكلم انا عن جزئيات صغيره ممكن في شغلات في لاعبين هني بالمباراه هذه خصوصا لو نطالع لو نرد الاهداف او شريط الاهداف لو نشوفه مثلا عبد الله منتصر اول هدف اللي سجلوه اللي هو نوخذ عبد الله المطيري تمريره يعني متحرك ممتاز من طلال المطيري تحركه يبين انه مدروس ما هو عشوائي بالعكس كان على اللاين وقدر انه يخترق بالنص وتمريره مكان فريق النوخذ العثمان هذا الهدف الاول اللي قدر وراه يصحى شفنا الاهداف ملوتهم يمكن حتى الاهداف اليوم ما شاء الله الهدف الاول اوستين بتمريره وايد حلوه صراحه الامانه ومركزه يعني حق اللاعب عصام اللي كان هو مع اوستين كان لهم دور كبير اليوم كل صنع كل سجل حق بعض بالاضافه الهدف اللي شفناه من اللاعب اللي هو رقم 6 احمد محسن شفنا المراوغه اللي شفناها فشفنا حتى الاهداف كلها بشكل عام الامانه استمتعنا فيها فالفريقين انا بالنسبه لي يمكن خساره خروج العثمان ما تمنيت تقابلوهم بهالدور فريقين كانوا يستحقون ادوار ثانيه ولكن
اللي فاز هذه القرعة ألف مبروك صراحة حق إنه أخذها المطيري اللي قدر يأخذها بجدارة، وهاردك حق إنه أخذها عبد الوهاب العثمان. أكيد كابتن ثامر، شفنا في هذه المباراة تكتيك عالي وتكنيك من قبل الفريقين، شفنا لمسات، شفنا لعبات فنية مميزة. أنا قبل أقول لك عن اللي أنا يعني كنت اللي قلته قبل المباراة واللي صار أثناء المباراة، ولكن أنا ما كان ودي صفر الحكم على المباراة، ما كان ودي أنا وياك كان ودي نستمر صراحة على المتعة والإثارة اللي إحنا كنا ننتظر هذا الشيء، ولكن في نقاط جدا بسيطة يعني تأثرت على مجرى المباراة. رقم واحد إن فريق ناخذ عبد الوهاب العثمان اللي هم متمثل باللاعبين نادي كاظمة تأخر في عملية الضغط، صح؟ الشوط الأول كان متراجع بالضبط، خلى الفريق يبني هجمة، خلى الفريق وصل إلى مرمى وقدر يسجل هدف وهدفين، من ثم تدارك الجهاز الفني إنه يجب إنه أنا أكون في ملعب الخصم عشان ما أعطيه مساحة إنه هو يبني الهجمة. شفنا بناء الهجمة قاعد يكون عن طريق الرشدان اللي تكفل في جميع الكرات، في افتكاك جميع الكرات هو الرشدان اللي حصل على جائزة أفضل لاعب من الشوط الأول. من الشوط الأول من الشوط الثاني هو كان رجل المباراة من ناحية قطع الكرات وعدم إعطاء لاعبين كان ما أي فرصة. شفنا التمريرة إلى العمق إلى فرغلي اللي هو كان يقوم بدور محطة، من ثم تبدأ هجمة الفريق اللي هي عن طريق التمرير أو عن طريق الوانتو أو عن طريق الدوران والتسجيل. هذا اللي قاعد يصير مع الفريق بالضبط، إن شو حتى الرسم التكتيكي حق المدرب واضح بالهدف اللي سجله اللاعب رقم 10 الثالث. نشوف التمريرة من العمق، عاصم فرغلي استحواذ على الكرة، استلام تحت الضغط، بعدها نشوف التمريرة، بعدها اللاعب ما تردد في عملية إسناد الكرة من ثم تسديد والهدف. هذا يعني واضح إنه هو تكتيك المدرب، إنه شنو هو الدور اللي قاعد يقوم فيه خارج الملعب يتطبق داخل الملعب. ولكن أعتقد إن هذه الإثارة والمتعة اللي عشناها مباراة اليوم نتمنى إن إحنا نشاهدها في كل مباراة، نشاهد لاعبين عندهم تكنيك عالي، عندهم فنيات مثل ما شاهدنا في عبد الوهاب عند طلال جراح المطيري. صراحة لاعب عنده إمكانيات، عنده فنيات، صحيح إن بنيته الجسمانية لغاية الآن يعني ما كانت يعني تقدر تجاري اللاعبين، ولكن فنياته وتكنيكه بصراحة أكثر من ممتاز. أتمنى إن شاء الله توفيق بالمستقبل إن شاء الله. نعم، حتى في اختياركم لأفضل لاعب سالم كنتوا محتارين من بداية المباراة لنهايتها، ما تدرون منو تختارون أفضل لاعب، لأن تبارك الرحمن الفريقين لعبوا بشكل جميل وكل اللاعبين أدوا صح. الكل والله بالعكس، وكلنا هذه يمكن المباراة الأولى اللي يمكن نحتار فيها أنا وأخوي ثامر لآخر دقيقة، نطرنا يعني قلنا ممكن أحد يبرز، لكن قاعد نطالع ما شاء الله بكل دقيقة أحد قاعد يبرز. فمباراة بالعكس كانت متنافسة، مباراة صعبة، نجومها كثار صراحة من الفريقين، ما أقول لكم فريق واحد، بالعكس حتى يمكن فريق إنه أخذ عبد الوهاب العثمان هم أغلب لاعبين قدموا مباريات، قدموا نتيجة يعني. فاللاعبين بشكل عام إحنا قاعد أقول لك ممكن اخترنا نفس ما قال يمكن أخوي ثامر اللي هو اللاعب طاهر رشدان، دوره المجهول على قولتهم قطع الكورات، يمكن كان الابرز اليوم يمكن اوسيني مع حسام فرغلي في الثنائيات اللي شكلوها في الكور في خلق فرص في كل شيء يعني. الامانه تحركوا اليوم تحرك جيد، ولكن هذا الدور كان ساهم بشكل كبير، يمكن قطع اكثر من تقريبا ما غارب 5-7-8 كور في كل شوط تقريبا اللاعب طاهر رشدان من الفريق انه اخذ عبد الوهاب العثمان اللي قدر ياخذ منهم، فكان دوره كبير بجانب الدفاعي. فالناس كلها او الجمهور اللي برا كان مركز كله على اوسينو وعاصم. فالمباراه بالعكس انا اشوفها يعني بغض النظر نتيجه 3-2 هذه النتيجه، فريقين متكافئين نفس المستوى. قاعد اقول لك العناصر بشكل عام هي اللي عكس، بس في شغله انا قاعد طالع يمكن اوسيني انا شفته بعد ضاعت كذا فرصه، ولاعب اوسيني قاعد اشوفه انفعل بشكل كبير وفعاله، فبين ممكن هالفريقين خروجه من النهائي اتوقع من العام اتوقع يبيها اليوم. فقاعد نشوف رده فعل يعني الامانه اللي مثبت عليه سالم، حتى الاجواء داخل المباراه تحمس تحمس يعني من 1-0 انت خسران تقلب المباراه 2-1 الى 3-2 وترد 3-2 بالضبط، فاجواء المباراه تخليك ان انت تدش بحماس وبانفعال واضح. ولكن اعتقد ان ممكن كلمه كابتن سالم ان الموسم الماضي البطولة الماضية الفريقين كانوا متواجدين في النهائي وكان الفوز للاعبين نادي كامل، صحيح. فبالتالي هو يبي يرد الخسارة، بالعكس شيء حلو انه يكون عند اللاعب اصرار وعزيمة وبهذا العمر. نعم صحيح ثامر، يعني لما يشوف بعيونهم الفوز يعني حتى حارس المرمى
حارس مرمى فريق النوخه الهلال فجعان البضيري، على الرغم من ان فريقه فاز في هذه المباراه وتاهلوا، الا انه كان زعلان وكان قاعد يبكي بعد المباراه وبعد يواسونه ربعه. صحيح، مع انه فايز، مع انه فايز، فهذا شيء حلو. هذا مثل ما صار في كوستي المباراه الماضيه، اللي على الرغم من انه افضل لاعب في المباراه الا انه كان زعلان، يمكن على الهدف اللي دش يمكن متضايق انه ايه يعني. فهذا شيء جميل انه نشوف من ابنائنا. عبد الله يرجع بعد ما اقطع كلامك، دور الجهاز الاداري الحماس اللي معطيه، التحفيز اللي معطيه اللاعبين بشكل عام، هذا قاعد نشوف تحفيز بشكل كبير للامانه. فالدور الاداري والدور الفني صراحه هم ما ننساه، يعني جانب اللي عطوه قبل المباراه، فبالعكس هم لهم دور كبير في التنظيم داخل الملعب، تنظيم خارج الملعب قبل المباراه، تجهيز اللاعبين، تجهيز الفريق. هذا بين اليوم نتيجته اللي استحقوا فيها وتاهلوا. طبعا نرجع نبارك لفريق النوخذة هلال بن فجعان المطيري، ونقول هارلك لفريق النوخذة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان. مباراة كانت جميلة، مباراة ممتعة وحماسية، الإثارة كانت حارة لغاية صافرة حكم النهاية. المباراة القادمة راح تكون هي مباراة يعني ما نقدر نقول استعراضية، لأن ايضا في تحدي في المباراه هذه القادمه، والفائز منهم راح ينتقل الى المباراه النهائيه بانتظار الفائز من المباراه اللي راح تكون غدا. المباراه هذه يا ثامر مباراه اصدقاء مساعد ندى مع فريق اصدقاء عبد العزيز الفيلشاوي. فريق اصدقاء مساعد ندى يمثل هذا الفريق مساعد ندى طلال نايف، حمد امان، خالد الرشيدي، وخالد محمد ابراهيم لاعبي نادي القادسيه. اما في المقابل عبد العزيز الفلشاوي، عبد الله الشمالي، عبد الله الفرج، عبد الله راشد، علي صقر السيف، ومحمد بوشهري. طبعا هم لاعبين خبره، يعني صعب ان انت تتكلم عن هاللاعبين، ولكن يعني الكل عارف انه شنو ثقافه هاللاعبين وشنو امكانيات هاللاعبين. ولكن النقطه اللي ممكن اللي هي تسبب مشكله حق لاعبين مساعد ندى هذه النقطه، ان في لاعبين كره قدم صالات، فممكن تسبب لهم مشكله. فهذول متعودين على الملعب وعلى المساحات الكبيره وعلى الكرات الكبيره، وهناك متعودين على الكرات القصيره وقدره اللاعب التحكم بالمسافات القصيره. واعتقد ان يعني هذه المشكله الوحيده، ولكن خبره اللاعبين الموجوده قادره انها يعني تجاري او تفوز على الفريق الفلشاوي. جميل، ننتقل الى ارضيه الملعب لمشاهده هذه المباراه، والكلمه للزميل بدر الشمال. بس سجلتهم الى مباراه او دوره الرباعيه التي تكون مصاحبه لدوره الشركه الكويتيه للاستثمار الرابعه لكره القدم للبراعم. تكون هذه الدوره مصاحبه في هذه الادوار للكبار، راح تكون على مدى يومين، وطبعا في الفريق الفائز يلهب الى المباراه النهائيه. اذا اليوم فريق اصدقاء عبد العزيز الفلشاوي واحد من نجوم كره قدم الصالات لنادي اليرموك ولاعب منتخب السابق في اللون الاحمر، اليوم في مواجهه اصدقاء مساعد ندى غني عن التعريف لاعب المنتخب السابق ولاعب نادي القادسيه، وبالتالي مع نجوم ايضا مثل طلال نايف، خالد ابراهيم، وايضا حمد امان وخالد الرشيدي. هذا بالنسبه لفريق اصدقاء مساعد ندى. وفي مواجهه فريق عبد الله الشمالي وعلي السيف وعبد الله راشد وعبد الله فرج ومهند البوشيري حارس المرمى، عبد العزيز فلتشاو متخصصين في كره الصالات. كره تصل الى حمد امان، امان حاول يمر ولكن على طول تبعد الى خارج الملعب، الى ركله تماس للفريق الابيض. اصدقاء مساعد ندى في هذه المواجهه، طبعا الفائز يلعب يوم الجمعه، الجمعه في مباراه النهائيه، وبالتالي او بالفعل يوم الجمعه راح تكون مباراتهم النهائيه. كره لعبت الان او اعتقد لا يوم السبت، يوم السبت راح تكون مباراة نهائية للدورة الرباعية. كرة لعبت الآن إلى حمد أمان، محاولة المرور ولكن على طول تغطية وتدخل من جانب عبد الله الشمالي في الكرة الماضية وركلة تماس. طلال نايف يلعبها خالد إبراهيم، وكرة لعبت لكن وصلت لحارس المرمى مهدي بوشيري.
مهدي بوشيري، كرة في الخلف طويلة في الأمام، فريق الأحمر فريق متمكن في كرة القدم، الصالات لديها طقوس، لديها طريقتها، وبالتالي لديها أيضا مهاراتها الخاصة، وبالتالي هناك خطأ في منتصف الملعب الآن لمصلحة فريق أصدقاء عبد العزيز الفليشاوي. كرة لعبت على طول من علي السيف، علي السيف لي أيضا اللاعب عبد الله الفرج، علي السيف، علي السيف مرور، علي السيف في جهة اليسار، لكن مر وكرته عدت إلى خارج الملعب إلى ركلة تماس، ركلة تماس بلعبها خالد إبراهيم إلى حارس مرمى خالد الرشيدي، خالد الرشيدي لعبها جهة يسار، طلع نايف استقبال غير جيد، خالد الرشيدي يحاول يغطي الكرة لكن كرة إلى خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب، ركلة تماس للاعب عبد الله راشد، يلعب له كرة قصيرة مع أيضا عبد الله السيف، عبد الله راشد تلعب في الخلف محاولة للمرور لكن تغد حصل عليه، حصل عليه هو عبد الله الشمال الكرة هذه، لكن الكرة إلى خارج الملعب، خارج الملعب، ركلة تماس، اللعبة أرضية لعبد الله راشد، حاول للمرور، يلعبها بالخلف الشمالي ومحاولة الآن، شايف المداورة بهذه الطريقة، كرة ثانية وصلت للاعب عبد الله راشد، عبد الله راشد يلعبها لعبد الله الشمالي، عبد الله الشمالي في الخلف لعبد الله الفرج، ثلاثة عبد الله، عبد الله الشمالي، عبد الله راشد وعبد الله فرج، الكرة لعبت أرضية، علي السيف في الأمام، جول، الله، حلوة حلوة، جملة رائعة جدا وسريعة، جملة رائعة وسريعة جدا من الثلاثي، من الثلاثي عبد الله فرج، هي كرة لعبد الله راشد لكن كورته الأخير ارتدت من الغائم، وفرصة كانت قريبة للفريق أصدقاء عبد العزيز الفليشاوي أن يأتوا بأولى أهدافهم في هذه المباراة، لكن القائم، القائم لعبة ليه؟ عبد الله راشد، عبد الله راشد يبذل مجهود رائع حقيقة في نص الملعب مع زميله علي السيف، حقيقة لاعب أيضا يبذل مجهود في نص الملعب، علي السيف قصيرة، عبد الله الفرج إلى علي السيف، الله، حلوة ولكن أحلى من حارس المرمى، حارس المرمى خالد الرشيدي، خالد الرشيدي لعبة حلوة وذكية كانت، سريعة وردت فعل من حارس المرمى أيضا ذكية وسريعة، كرة اللعبة جول، هذه أسرع، هذه أسرع من عبد الله راشد، أسرع وبالتالي هدف، هدف أول لفريق أصدقاء عبد العزيز الفليشاوي، لأنهم فريق متخصص كرة قدم صالات، تكتيكه يختلف، تكنيكه يختلف، للاعب تكنيك معين وللفريق له تكتيك معين في كرة قدم الصالات، وبالتالي مختلفة تماما عن اللعب على الأرضية العشبية، وبالتالي يعني أصدقاء مساعد ندم لا يلومون، لا يلومون في ذلك، محمد أمان، طلال نايف، خالد إبراهيم، وكرة لعبت الآن محاولة للمرور لكن مقطوع عن مساعد ندى، يلعب إلى حمد أمان، خذ أول والثاني وكرة اللعب طلال نايف، الله، كرتك كانت أن تأتي بهذا التعادل لكن ارتدت من الزاوية 90، وهذه كرة مرتدة سريعة لكن كرة عبد الله فري مرت عبرت راحت ضاعت على فريق أصدقاء عبد العزيز الفليشاوي، اللعبة الماضية بكرة مرتدة سريعة كان ممكن يضيف هدف ثاني، ندى يلعبها إلى خالد إبراهيم، خالد الرشيدي، هدوء، هل يسبق العاصفة التي ممكن تأتي على مرمى فريق أصدقاء عبد العزيز الفليشاوي من فريق أصدقاء مساعد ندى، محاولة لتعديل النتيجة ولكن عبد الله راشد يقود هجوم، طلال نايف مقطوعة، نايف يلعب له كرة حلوة، فرصة جول، خالد إبراهيم جول، لكن علي الصيرفي حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء، ركلة جزاء، اعتراض حارس المرمى
على خالد إبراهيم بهذه الطريقة، وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة أصدقاء مساعد ندى وحمد أمان. حمد أمان هو اللي ينفذ الكرة الآن. حمد أمان ركلة الجزاء، حمد أمان جول، جول حمد أمان يسجل هدف التعادل لفريق أصدقاء مساعد ندى بهذه الطريقة بعد إعاقة خالد إبراهيم من جانب حارس المرمى، وبالتالي تصبح النتيجة 1-1. هذه عادة لهدف حمد أمان قوية على يمين حارس المرمى مهدي بوشهري حارس المرمى، أيضا لاعب هو حارس منتخب الصلاة حقيقة، هو مع عبد الله راشد وعلي السيف لاعبي منتخب الصلاة. إذن تعادل مستمرا في هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان لأحداث هذه الدورة الرباعية لأصدقاء مباراة اليوم أصدقاء مساعد ندى وأصدقاء عبد العزيز الفلتشاوي للكبار، أيضا راح تكون هناك يوم غدا كذلك نفس الطريقة نفس الفريقين أيضا، ولكن أصدقاء آخرين راح تكونوا معنا في يوم غدا. وتسديدة عبد الله، ولكن كرة عبد الله راشد أو عبد الله علي السيف عفوا علي السيف كورته الى خارج الملعب، علي السيف طالب بخطا لعبت حمد امان بيلعب له كره على طول ناحيه خالد ابراهيم لكن ما اكملت، وبالتالي الكره الى عبد الله راشد. الان عبد الله راشد لاعب جيد صاحب هدف واضاع هدف كان محقق، ايضا ارتدت كرته من القائم، كره لعبت الان بتوصل الى شمالي وعبد الله الشمالي في الكرة الماضية لكن في الشباك الخارجية، طلال نايف يقود هجوم وبيحاول يلعبها مع أيضا حمد أمان لكن الكرة إلى خارج الملعب ركلة تماس. اللعبة على طول سريعة، خالد إبراهيم إلى خالد الرشيدي، تعادل 1-1. تعادل إذن الكرة إلى خارج الملعب ويبدو صافرة ل حكم المباراة ركلة تماس أو خطأ لخالد إبراهيم. مشعل كمال وأيضا علي الصرفي حكمي اللقاء. خالد إبراهيم في كرة ثابتة وتجديدة ولكن كرة إلى 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 خارج ملعب طالبنا المسة حالة الصيد خالد إبراهيم، لكن كرة الآن إلى لاعب علي السيف عبد الله فرج. عبد الله الشمالي مر عبد الله الشمالي حاول يعدي عبد الله الشمالي وتسديده لكن كرة عادت ومحاولة موجودة لعلي السيف لكن ما في شيء، وكرة الآن مرتدة حمد أمان طالت من أمان طالت الآن حاول يستخدم إمكانياته الفردية في هذه اللعبة في هذه اللقطة لكن طالت وبالتالي صافرة حكم المباراة مشعل كمال وعلي الصرفي تنهي احداث شوط المباراة الاول بتعادل ايجابي 1-1. الان مع زميلي ايضا بلال الشامي في الصالة. اخوي الغالي طلال نايف يعطيك العافيه، عساك مع القوه يبا. الله يعافيك بعد راسي، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك يا رب. الحين النتيجه 1-1. انا عندي سؤال واحد، اتهقى لو كان معاكم كابتن جمال مبارك كان حسمنا المباراه؟ اكيد جمال مبارك غني عن التعريف، وبعدين بده دوره الرومان مسك زيدان مان تو مان ما خلاه يمسك كوره، وبعدين نقول حق جمال مبارك الله يسامحك وحقنا. يعطيك العافية ما قصرت، مشكور. مشاهدينا خلكم معانا ونشوف الشوط الثاني بين نادي اليرموك ونادي القادسية، لا تبعدون. Thank you.
إذا وصلنا الآن إلى شوط المباراة الثاني والحسم في هذا اللقاء. إذا استمر هذا التعادل نذهب إلى ركلات ترجيحية تحسم الأمور في من يتأهل إلى المباراة النهائية لهذه الدورة الرباعية. كرة اللعبة الآن حارس المرمى خالد رشيدي في الأمام إلى مساعد ندى، لكن حارس المرمى بشيري غطي في الكرة الماضية إلى خارج الملعب. تلعب بشيري حارس المرمى مهدي بشيري أغرب إلى عبد الله فرج بيلعبها كرة في الأمام على طول ناحية عبد الله راشد. عبد الله راشد وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. خارج الملعب تلعب وتسديدة قوية علي السيف وكرة عرضية أرضية عملها لا عبد الله راشد السيف على طول سدد كرة لكن في القائم في القائم في القائم كرتهم قوية ودقيقة حقيقة فريق أصدقاء عبد العزيز فلشاوي كرة اللعب الآن الله يرد مساعد ندى بكرة ارتدت من العارضة أيضا. صاير اليوم مباراة كلها في القائم وفي العارضة مباراة كثرت الكرات اللي تصطدم في القائم والعارضة في الشوط الأول والشوط الثاني الآن فيها كرتين كرة للفريق عبد العزيز الفلتشاوي أصدقاء وفريق أيضا أصدقاء عبد سعد ندى في شوط المباراة الثانية. تعادلين في كل شيء في النتيجة في الفرص في المحاولات لكن لابد أن يكون هناك في أمر يحسم المباراة في بين الطرفين يعني لابد أن يكون هناك شيء أو هدف خطأ ممكن يأتي في لحظة وكرة اللعبة لكن أغرب لحارس المرمى خالد رشيدي ولعبة سريعة لحمد أمان. حمد أمان سريعة عليه وطالب إلى خارج الملعب إلى خارج الملعب ركلة تماس عبد الله راشد لا عبد الله فرج لكن ما كملت وبالتالي مقطوعة من حال حمد أمان يلعبها لي طلال نايف حارس المرمى خالد الرشيد حمد أمان خالد الرشيدي بيلعب لك كرة وين في الأمام إلى من طلال الرشيدي أو طلال نايف طلال نايف في كرة ماذا طالت منها وبالتالي عبد الله راشد الآن قود الهجوم الفريق الأحمر فريق أصدقاء عبد العزيز الفلتشاوي عبد الله الشمالي كرة معه شمالي حاول شمالي عرضية عرضية لكن خالد إبراهيم المدافع استعاد ذاكرة المدافع في اللقطة الماضية وبالتالي كانت مقطوعة وتعود إلى عبد الله فرج يلعبها لي علي السيف علي السيف سيف حاول ساعدنا مقطوعة مقطوعة بيلعبها لكن ما كملت وما كانت دقيقة تمريرة الثانية ندى لحمد أبان وبالتالي عبد الله الشمالي مقطوعة وبيلعبها إلى عبد الله فرج كرة في الخلف مهدي بشيري إلى الشمالي لعبة عرضية جول جول عبد الله فرج عبد الله فرج وهدف ثاني هدف ثاني لفريق شوف علي السيف مرر له كرة حلوة وأيضا تحرك خلف المدافعين لعبد الله فرج في الكرة الأخيرة اللي عملها علي السيف تفاهم عالي وهدف ثاني اثنين وكرة اللعب خالد إبراهيم وحارس المرمى برافو خروج حارس المرمى في الوقت المناسب مهدي بوشيري تلعب كرة إلى علي السيف لعبة ثنائية تصل علي السيف وعلى بيحاول لعبها إلى عبد الله راشد لكن مقطوع عطل النايف والتدخل خاطئ دخل خطأ طلال نايف حمد أمان مساعد ندى بيلعبها كرة في الخلف حمد أمان عبد الله راشد كرة بيلعبها في الخلف لي خالد الرشيدي حارس المرمى تلعب لي حمد أمان
حاولون يعوضون هدف اللي عليهم، والان فريق الاحمر هو المتقدم بهدفين. فريق اصدقاء عبد العزيز الفليشاوي متقدم بهدفين. اصدقاء مساعد ندى هدف وحيد، وكره لعبت الان في شوط المباراه الثاني، وكره لعبت وبرافو حارس المرمى بوشيني، حارس المرمى مهدي بوشيني بخروجه بهذه الطريقه، وهجوم الان وبيحاول يلعب له كره في العرض تصل الى عبد الله فرج، وعبد الله راشد الاثنين يفقدون الكره، وعادت الكره الى عبد الله فرج الان بيلعبها في العرض. جول من البدايه لازم جول، اكدها الان عبد الله الشمالي بهدف ثالث، عبد الله الشمالي هدف ثالث، اكدها عبد الله الشمالي بهدف ثالث في مجهود، بدات بهذه الطريقه وعادت الى اللاعب عبد الله الشمالي من جانب ايضا اللي صنع الفارق في الكره الماضيه حقيقه هو اللاعب عبد الله الفرج. عبد الله الفرج صنع الفارق في تمريرته، في اصراره، في ايضا قطع الكره واعاده الهجمه واعاده الخطوره لفريقه، وبالتالي سجل الان هدف ثالث هو فريق الاحمر، فريق اصدقاء عبد العزيز الفليشاوي لكره قدم الصاله. طبعا هم لاعبين اصدقاء عبد العزيز الفليشاوي ثلاثه لاعبين منتخب كره قدم الصالات، تفرق طبعا امكانياتهم تفرق، تكنيكهم يفرق عن لاعبي فريق اصدقاء مساعد ندى، وان كانوا لاعبين معروفين على المستوى المحلي في الكره العشبيه. كره الان عبد الله راشد بيحاول يعدي، لكن هناك خطا على حمد امان مع بطاقه صفراء، خطا مع بطاقه صفراء تصل، وعبد الله فرج، عبد الله فرج اللعب كرة على طول، عبد الله راشد مع عبد الله الفرج، وهنا محاولة للمرور وهناك خطأ آخر. طلال نايف خطأ، بطاقة صفراء أخرى بعد الأولى التي كانت لحمد أمان. عبد الله راشد عبد الله الفرج بيلعب له كره في العرض، ولكن حارس المرمى حلوه تحرك سريع في اللعبه الماضيه، وبالتالي حارس المرمى تدخل فيها خالد الرشيدي اللي عمل ايضا عبد الله الفرج كره العرضيه، وترى تصل عرضيه زاحفه لكن الى خارج الملعب. اللعبه طلال نايف مساعد ندى، كرة في الأمام لكن أغرب لي مهدي، وبيلعب له مهدي، حاول يسد حارس المرمى في هذه الكرة لأن حارس خالد رشيدي كان خارج مرمى. مهدي بوشيري الكرة الآن تلعب من حارس المرمى مهدي بوشيري في الأمام لعبد الله الشمالي، لكن أغرب لي حارس المرمى طالت لخالد رشيدي. خالد إبراهيم حاول يعدي في الكرة الماضية لكن أغرب لي عبد الله الفرج يلعب له كرة عالية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. حاول يصطادون تقدم حارس المرمى من مرمى خالد الرشيدي. طلع نايف لعب له كرة في العرض، ولكن شيل عبد الله الفرج، تلعب كرة بتوصل شمالي ومحاولة لعلي السيف. عبد الله راشد، عبد الله راشد كرة جول، لعبة ثلاثية سريعة مباغتة من الثلاثي عبد الله راشد، عبد الله الشمالي وعلي السيف، اعتقد بأدائهم اللي ظهر عليه فريق اصدقاء عبد العزيز الفليشاوي لابد اعتقد هم البطولة لهم، هذه البطولة الرباعية بدون لا اشوف الفرق الثانية يوم وغدا، اعتقد البطولة هي اقرب لهؤلاء اللاعبين، لاعبين ما شاء الله عليهم فيه كفاهم عالي في سرعه في الاداء، وبالتالي يعني مرشح بقوه لنيل لقب البطوله الرباعيه في الدوره المصاحبه لدوره الشركه الكويتيه للاستثمار الرابعه لكره القدم الصالات البراعم هنا في صاله نادي الكويت. وفي هذه الاثناء حكمي اللقاء علي الصرفي مشعل كمال لينهيان هذا اللقاء بفوز مريح لفريق اصدقاء عبد العزيز الفليشاوي على فريق اصدقاء مساعد ندى بأربع أهداف مقابل هدف. بعد الفاصل تتابعون في الأخوة الزملاء
الاستديو التحليلي. وقبل ذلك نلتقي بعد تكريم او بعض اللقاءات في أرضية ملعب مع زميلي بلال الشامي. مشاهدينا الكرام وجمهورنا الحاضر في دورة الشركة الكويتية للاستثمار، انتهت المباراة بين فريق نادي اليرموك ونادي القادسية، والحين عندنا مسابقة للجمهور اللي حاضر معانا. المسابقة عبارة عن لعبة الفطاحل. عندنا فريقين، الفريق الأول فريق النملة المتوحشة وفريق الذبابة المفترسة، ونشوف هل المتوحشة راح تفترس الذبابة أو الذبابة تفترس النملة، واللي يفوز معانا راح يحصل على أجهزة نقالة من الشركة الكويتية للاستثمار. جاهزين؟ جاهزين؟ الجولكي موجود هنا، ولا تحذف الكرة وايد بعيد، خليك بالنص. ها جو، يلا يلا، تلعب تلعب تلعب، ماشي مع فريق النملة المتوحشة والذبابة المفترسة. يقطع الكرة والجولكي يمسكها، لا تقط الكرة وايد بعيد. ايوه يلا 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 يلا، نشوف من اللي راح يفوز فيهم، من اللي راح يفوز. مشجعين فرقة اليمنية وينهم؟ يعطيهم العافية. الهينام وين وين؟ يلا 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 يلا، صفقة اليوم صفقة اليوم. عاش عاش عاش. مدة اللعب راح تكون 3 دقائق، طافت منها نص دقيقة، باقي 2:30 واللعب ماشي، اللعب ماشي اللعب ماشي. يا سلام. طبعا الحلو باللعبة انه ما فيها لا فاول ولا بلنتي ولا اوت. لا لا لا، مو كذي مو كذي، لا سوري. يلا عاشو 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 عاشو، باقي 2 دقيقة، باقي 2 دقيقة. يا سلام عليك يا سلام عليك يا حارس المرمى. جول 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 لفريق الذبابة المتوحشة، هدف لفريق الذبابة المتوحشة. يلا باقي 1:30، 1:30، 1:30، كمل 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 كمل، باقي 1:30، كمل 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 كمل. قولشي، تعرف على اسمك؟ تعرف على اسمك؟ محمد الفلجاوي. ونعم فلجاوي، وين ساكنين؟ اي منطقة؟ السرة. والنعم فيك. شلون شفت اللعب اليوم؟ زين الحمد لله. زين اللعب حلو؟ اي زين. شلون انت هاد الجول ومخليهم يلعبون هنا؟ ما يصير، لازم الجول ما تهدى صح؟ اي ما هدى. يلا شنو فطوركم اليوم؟ صراحة ما أدري، يمكن فطاير. يمكن فطاير؟ ارجع الجول بسرعة 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 بسرعة. يا سلام جول. من اللي جاب الهدف؟ الذبابة المتوحشة والنملة المفترسة؟ النملة. تعال، من جاب الجول؟ النملة. النملة المفترسة. يعني الحين نتيجة تعادل، باقي دقيقة باقي دقيقة باقي دقيقة. أي أنتوا جول وما جول؟ كم النتيجة؟ 2-1 2-0. لا، النملة اللي حطوا جول والذبابة قبل شوي جول، يعني 2-0 2-0. ها يلا 2-0 يلا يلا، باقي دقيقة باقي دقيقة. يلا بسرعة 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 بسرعة. يلا ها ها، سلام عليك. يلا باقي نص دقيقة نص دقيقة نص دقيقة. يلا ترى في وقت ضايع 10 دقائق.
يلا ها يا سلام. يلا باقي دقيقة باقي دقيقة باقي دقيقة. يلا اي كمل 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 كمل. بلنتي بلنتي يلا العب. السلام عليك. انتهت المباراة بفوز فريق الذباب المتوحشة على فريق النملة المفترسة. الفايزين الفايزين وين هم ينصب؟ لأن هذيك الذباب مفترسة. يلا وين الفايزين ينصب؟ يعطيك العافية يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف على اسمك؟ علي. شلون شفت اللعب؟ جباح. يعطيك العافية أخوي حياكم الله. أنتم الفايزين ها؟ ألف ألف مبروك. استاهلون كل خير. حياكم الله. بس لحظة خلكم معنا خلكم معنا. وأيضا اللي خسروا معنا ما يروحون من غير جوائز. تعال 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 صورة صورة صورة. يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. نرفع الهدية فوق نرفع الهدية فوق نرفع الهدية فوق 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 فوق. وبكذي انتهت المباراة بين الفريقين. استمتعنا وياهم. ولا تنسون حبايب قلبي النهائي ان شاء الله راح يكون يوم السبت، والجائزه الكبرى راح تكون عباره عن تذكرتين لحضور نهائي كاس العالم في روسيا. ما عليك الا انك تحضر دوره شركه الكويتيه للاستثمار في نادي الكويت الرياضي بكيفان وتشارك معنا بالسحوبات، وان شاء الله يكون فالك الفوز. والحين ننتقل الى اخواننا الكباتن في الاستديو التحليلي. لا تبعدون الى هنا. حياكم الله مشاهدينا. طبعا شفنا مباراة جميلة، مباراة جمعت ما بين اصدقاء سعد ندى واصدقاء عبد العزيز الفيشاوي، نادي غاتية نادي اليرموك. لكن ما ادري ثامر اشوف انا ما كانت متكافئة. شوف تبي الصدق صراحة يعني اللاعبين ربع مساعد ندى انظلموا صراحة، يعني لاعب الصلاة اختلف اختلاف كلي عن لاعب الكرة القدم العادي. يعني كل شيء بطريقة استلام الكرة بالتسليم بالقياسات بالشوت بالكرة نفسها تختلف، قياسات المرمى تختلف، مساحات الملعب، حتى اللاعب لما يتمرن كل يوم في الملعب الصالات غير عن اللاعب العادي، قياسات الملعب تنحفظ. هم قاعدين يلعبون هذا الكرة طويلة كرة طويلة يعني شوف حتى الدقائق الأخيرة حتى صح. اللياقة البدنية ما كانت ترى لياقة كرة قدم الصالات تختلف عن لياقة الملعب. صحيح لياقة هني العضلة هني يبي لها قوة تحمل أكثر من الملعب، لأن هني كثرة الارتكاز وترك كثرة الرجوع للخلف وإلى الأمام والحركة تأثر على العضلة بشكل أقوى وبشكل مباشر، عكس المسافات الطويلة اللي هي تحتاج ركض أكثر. أعتقد أن المباراة ما كانت متكافئة ولا كانت عادلة ما بين الطرفين، ولكن يعني تبقى أن فريق مساعد ندى خالد إبراهيم جميلة حبية، ولكن جراهم لغاية الدقائق الأولى من الشوط الثاني. صحيح. بعدها خلاص شاهدنا أن الفريق يعني بدأ تدريجيا ينتهي بسبب اللياقة البدنية والفوارق الفردية والفنية واللي هي موجودة عند لاعبين الصالات اللي هي معروفة بقدرتهم على التحكم في المساحات القصيرة. سالم شو رأيك في المباراة؟ كانت بدايتها بس في شويه نديه وكان في حماس، ولكن نفس ما قلنا يمكن تمكنوا يمكن اخوان في اللاعبين الصالات عبد الله راشد وعلي سيف لاعبين الامانه متميزين حتى بالدوري يعني هويت مشاركين. فهني الفوارق نفس ما قلنا الملعب يحكم، ممكن العكس النتيجه تنقلب اذا كان الملعب كبير، لو بطوله ممكن في الملعب هذا راح تنعكس النتيجه عكس، لكن هذه مثل ما يقول عطل خباص خبزه. فالصدفه ان طبوا مثلا في لعبه في الملعب صراحه هذا اللي تفوق عليه.
ننتقل الان للحديث عن المباراه الثانيه لهذا اليوم اللي نعرفه المتاهل الى الدور القادم دور قبل النهائي وملاقاه فريق النوخ الهلال بفتح المطيري. المباراه القادمه راح تجمع ما بين فريق النوخذه خليفه شاهين الغانم وفريق النوخذه احمد محمد المعتوق. عوده الى المجموعه، طبعا فريق النوخذه خليفه شاهين الغانم هو الفريق الوحيد اللي تاهل بالعلامه الكامله، ثلاث مباريات ثلاثه فوز لا ثمان اهداف ما عليه ولا هدف. في المقابل فريق النوخذه احمد محمد المعتوق اللي لعب ثلاث مباريات لخمس نقاط وتاهل ثاني المجموعه الثالثه. كابتن ثامر الهاجري، مباراه ايضا لا تخلو من المتعه والاثاره على الورق اذا بنشوف ونتائج الفرق في الدور الماضي، نشوف ان فريق النوخذه خليفه شاهين غانم، لكن في هذه الادوار اكيد تتفق معي هذه المباريات لا تخضع للمقاييس ولا لورق، مباراة فروز مغلوب، من يسجل صحيح يتأهل. كلامك يعني واقعي وكلامك يعني يعتبر من تجارب مرينا فيها، حتى في البطولات العالمية يحدث نفس الكلام اللي أنت قلته، ولكن تبقى أن في لاعبين لهم تأثير، لهم خبرتهم، لهم ثقافتهم الكروية، حتى بالتحكم داخل الملعب وخارج الملعب، توجيه الزملاء بالملعب، اعتقد ان هذا كله يصب مصالح الفريق. يعني خليفه شاهين الغانم انا اعتقد انه من اكثر الفرق اللي مرشحه لنيل البطوله في السنه هذه. لاعبين عنده بكثره، جاسم صالح مطر لاعب شفناه اكثر من مره، لاعب جيد، لاعب عنده القدره في الدفاع في الهجوم، لاعب نوعا ما متكامل بالادوار سواء كان دفاعيه او هجوميه، حتى في المباراه الاخيره سجل هدف ناحية الهجومية، ناحية افتكاك الكرة نشوفه يجيد هذا الشيء. لاعب رقم 10 يوسف ماجد مرضي من هدافين البطولة، واحد من هدافين البطولة وواحد من أفضل اللاعبين التمركز في وسط الملعب. صحيح. عنده الإمكانيات اللي هي تعتبر كقيادة للفريق وكتمركز جيد، بالإضافة إلى اللاعبين يعني أكثر من لاعب، إحنا لو نتكلم عنهم ونخص لاعب لاعب حتى في راح نشاهد إنه في أكثر من لاعب. في المقابل الفريق الآخر اللي هو نشوف إحنا عبد الله الشطي اللي تكلمنا عنه من مواليد 2007، لاعب تكنيكه جيد، لاعب تكنيكه يعني يعتبر من افضل اللاعبين التكنيك داخل الملعب، وهذا الشيء تكلمنا عنه انه لاعب صغير السن ما شاء الله لا اله الا الله، الله يحفظه، انه لما نكون احنا نشوف ب 2007 راح نشاهده في البطوله القادمه وما بعد القادمه، راح نشاهد نفس اللاعب، راح نشاهد الامكانيات الفرديه والتكنيك العالي، بالاضافه الى حمد فيلشاوي حارس المرمى ايضا حارس جيد. اعتقد ان نوعا ما المباراه راح تكون يعني فيها اثاره فيها نديه، ولكن نتمنى نشاهد المباراه هذه نفس ما شاهدنا المباراه اللي قبلها اللي انتهت ثلاث اهداف مقابل هدف. اكيد سالم، يعني هل المباريات هذه ايضا التحفظ ما يكون موجود، اذا بتتحفظ مثل ما شفنا في المباراه السابقه ممكن ان الفريق الاخر يضغط ويسجل عليك، التحفظ غير مرغوب فيه في مثل المباراه. هو التحفظ بالادوار بالعكس، يعني انت تو قلتوا نقطه خير مثال لتول المباراة اللي قبلها، كل الفريقين هذا نفس ما قلنا مباراة كؤوس، الفريق اليوم يفوز عليك باكر ممكن نفس الفريق ممكن تخسر منه. صحيح. لان مباراة كؤوس هاي تحكم، فالمباراة اللي توه كان النهائي العام قدر خذ الفريق اللي هو لاعبين اغلبه نادي كاظمه فازوا، الحين اليوم بالعكس خرجوا بنفس الفريق اللي طلعوه في النهائي. فاني بالتعاون مباراة مثل هاي الادوار بالعكس ممكن انا اشوف الفرق الحين انكشفت خلاص، الكل عارف نقاط القوه نقاط الضعف باي فريق، فصعب انك تحفظ خصوصا فريق مثل الحين اللي هو النوخذه خليفه الغانم، فريق متمكن ومتميز للامانه، احد الفرق المرشحه للبطوله. انا قاعد يمكن قلناها بال من الادوار الاولى، من الادوار الاولى مبين، حتى التنظيم شيء كبير، يعني ما هو تنظيم على الاعمار اللي موجوده ما شاء الله 2006 و2005 قاعد نشوف التوليفه 2-1-2، جاسم مطر قدام مع يوسف بالنص، عبد الله عبد الفتاح احمد ياسر مع سعود فهد في خط، فالتشكيله واضحه جهه اليمين جهه الشمال والنص والعمق، فالالتزام عندهم واضح، ففريق مميز. ما ندري هذه مباراه كؤوس ممكن يخطف جول فريق النوخذ احمد المعتوق ويسكر ويتوفق المباراه، ما يندرى طبعا راح نشوف المباراه، بس المباراه انا اتوقع هم راح تكون فيها اثاره وحلوه نفس ما يعني ما هي اقل من المباراه اللي طافت. ايضا انا اتوقع هذه المباراه راح تكون مباراه حراس، يعني في الفريق النوخذ احمد المعتوق الحارس علي الفيلشاوي، فريق النوخذ خليفه الغانم الحارس عبد الله جاسم، الحراس المميزين في هذه البطوله.
اتمنى اشوف مباراه ممتعه من الاهداف والاثاره. والكلمه للزميل بدر. طبعا الفائز في هذه المباراه راح يواجه فريق النوخذه هلال فجحان المطيري في تلك الموقعه قبل الذهاب والتحديد بعد ذلك من يكون طرفا في المباراه النهائيه. اذا طرفين اليوم فريق خليفه شاهين الغانم المتصدر لمجموعته الثانيه بتسع نقاط، والفريق الذي يرتدي اللباس الاخضر اليوم هو الفريق الوحيد في البطوله ما خسر، الوحيد في البطولة أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بتسع نقاط أمام فريق النوخذة أحمد معتوق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بخمس نقاط. إذا صفرة البداية مع الفريق الأخضر وانطلاقه على طول لجيت أيضا جاسم صالح في الكرة الماضية، ولكن الكرة إلى رمية مرمى للحارس حمد الفليشاوي بيلعبها على طول طويله لكن اقرب لحارس مرمى الفريق الاخر عبد الله خالد تلعب كره الان في نص ملعب مقطوعه وتسديده كانت لعبد الفتاح في اللعبه الماضيه، وبالتالي الان الى الكابتن بيلعبها الكابتن حقيقه يوسف ماجد كابتن الفريق يوسف ماجد تلعب كرة الآن إلي أيضا أحمد جات اللاعب أحمد ياسر بيحاول يسدد من خارج المنطقة لكن كرته إلى خارج الملعب كرة أحمد ياسر لعبت وتغطية من جانب أيضا اللاعب أحمد محمد شايم الكرة مع جهة اليمين ثقة عند هذا اللاعب حقيقة في الخلف بالنسبة لفريق إنه خذ خليفة شاهين غانم حقيقة. هنا مدافع آخر عبد الله عوض لاعب نادي النصر السعودي حقيقة عبد الله عوض تلعب إلى جاسم صالح حدو لحد الآن جاسم صالح. طبعا هذه مباراة السيمي فاينل فيها حسبة كل الفريقين ما يبي يخسر لا يريد يدخل في مرمى هدف وبالتالي يريد المحافظة على حظوظه بالبطولة. وكرة اللعبة حلوة وتدخل حلو لعبد الله عبد الفتاح في لعبة عرضية أيضا من جاسم صالح المطر عمل له كرة بهدوء عرضية ولكن كنا هناك مراقبة للقطة الماضية كرة تلعب ولكن إلى خارج الملعب عبد الله خالد ركلة ركنية لعبت يرجعها في الخلف عثمان الخضير توصل ناحية اليمين بعيد تماما جان ماركو فريق الأصفر لأول مرة الآن يستلم الكرة في الهجوم مع الخضير وجان ماركو ولكن ينقذ الكرة تصل الآن لعبد الله عبد الفتاح حصل عليه عبد الله عبد الفتاح لاعب جيد حقيقة مر الله عمل كل شيء حقيقة عبد الله عبد الفتاح مر في مكان وفي مساحة ضيقة جدا مر من اثنين ثلاثة حقيقة بمهارة عالية هو اللاعب عبد الله عبد الفتاح لكن لم يسجل شوف مهارته شوف الثقة مرر بين ثلاثة وأربعة وسدد لكن كورته في القائم أول كراتهم كان فيها اختراق وفيها وصول لعبد الله عبد الفتاح في اللعبة الماضية الفريق الأخضر
كما ذكرت فريق ليس من الفريق لين لأنه ما خسر ولا نقطة في دور التمهيدية في أدوار المجموعات. دور المجموعات خلص بعلامة كاملة حقيقة في 3 انتصارات متتالية 9 نقاط، وبالتالي يريد الحفاظ على هذا السجل في هذه البطولة حتى الوصول إلى السيمي فاينل. الكرة الآن مع يوسف ماجد بيلعبها كرة أرضية توصل عبد الله عبد الفتاح إلى صالح المطر. الآن المطر جاسم صالح المطر في اللعبة الماضية لكن طالت وبالتالي هنا تدخل على طول إلى أحمد محمد شايم في اللعبة الماضية. أحمد يسري بيلعبها على طول كرة للفريق الأخضر اللي مسيطر على الأجواء أكثر والذي يقترب من تسجيل أول أهداف أكثر، وبالتالي يوسف ماجد الآن بيحاول يمر ولكن كرة مقطوعة. لا زال الفريق الأصفر يعتمد على أخطاء الآخرين وينتظر أن يخطأ الآخر ولكن دون مبادرة، وهنا جاء ماركو وتدخل في اللعبة الماضية وبالتالي إلى خارج الملعب إلى ركلة تماس. اللعبة على طول سريعة ورقبة بدأت تصبح واضحة وصريحة للفريق الأخضر أن يتقدم في هذه المباراة. الفريق الأصفر المتراجع حقيقة في منطقته وبالتالي قد يتلقى هدف. كرة اللعبة لأمين حسام ولكن الكرة أغرب لمصلحة أحمد محمد شايم بيلعبها لأحمد يسري أحمد ياسر إلى صالح جاسم. جاسم صالح في اللعبة الماضية جاسم صالح المطر حقيقة، ولكن حارس المرمى حمد الفلشاوي يتدخل في إبعاده، وكانت كرة خطرة للفريق الأخضر الذي يصر على أن يسجل في هذا الشوط، واعتقد إذا استمر بهذه الطريقة ممكن يسجل جول، ممكن يأتي بهدف في هذه المباراة في دور الثمانية لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرابعة لكرة القدم صالة البراعم المقامة هنا في صالة نادي الكويت. عثمان الخضير بيعود بالكرة بالخطأ في الخلف إلى يوسف ماجد لكن طالت من يوسف ماجد وبالتالي إلى خارج الملعب. تلعب جان ماركو إلى حارس مرمى الفليتشاوي إلى عبد الله عوض بيلعبها قصيرة تصل إلى أمين حسام، وهنا برافو حارس المرمى. خطأ كاد أن يكلف فريق الناقد أحمد المعتوق الكثير في اللعبة الماضية لولا تدخل حارس المرمى. رائع جدا أحمد ياسر يقطف الكرة من أمام حارس المرمى وكاد أن يسجل في اللعبة الماضية، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. الكرة الآن خارج الملعب والفريق الأخضر يقترب من تسجيل أول أهداف في هذه المباراة، لكن سيطرة ميدانية واضحة، خطورة واضحة، رقبة واضحة، وصول خطر واضح. أحمد ياسر بيلعبها إلى أحمد محمد شايم. أحمد ياسر اثنين في الخلف، أحمد ياسر وأحمد شايم، وكرة تلعب إلى يوسف ماجد وتسديده، لكن يوسف ماجد وين؟ إلى خارج الملعب. كرة يوسف ماجد خارجية ليست في المرمى، خارج المرمى. كرة لعبت في الأمام إلى خارج الملعب، تلعب حارس المرمى إلى أحمد محمد شايم إلى أحمد ياسر يتقدم في جهة اليسار أحمد ياسر، ولكن في هذه اللحظات شوط المباراة إذا الكرة تستمر الشوط ما انتهى يعيد الكرة الآن علي الصريبي حكم المباراة. لعبت الكرة إلى أحمد محمد شايم بيلعبها كرة في الأمام، لكن جان ماركو بيلعبها كرة في الأمام إلى كريستيان كوزاريلا، ولكن الكرة إلى حارس المرمى. المباراة ما فيها أهداف لحد الآن في الشوط الأول، وتقترب من نهاية أحداث الشوط الأول حقيقة، نقترب نهايته لكن بلا هدف، لكن فريق خطر حقيقة الأخضر.
الاخضر خاطر كره مقطوعه الان يوسف ماجد وان عبد الله عبد الفتاح يحاول يمر لاعب مهاري عبد الله عبد الفتاح مر وفي فيها خطا جاسم صالح مع عبد الله عبد الفتاح ويوسف ماجد قوه ضاربه حقيقه للفريق الاخضر قوه ضاربه لكن ما سجلت هذه القوه ضاربه لحد الان صنعت الفارق صنعت الفرصه ايضا صنعت المتعه في بعض اللقطات بعض الكرات جاسم صالح الان في الكره الثابته للفريق الاخضر وتسديده لاحمد محمد شايم المدافع في الكره الماضيه ولكن كره الى خارج الملعب احمد شايم مره اخرى تركها لاحمد ياسر الى احمد شايم الان احمد محمد شايم وكره اللعبه لحارس المرمى احمد ياسر رشدي بيلعبها جت ليسار يوسف ماجد بيسدد ولكن على طول جاء ماركو عامل عليه ضغط لكن متى الضغط لمتى الفريق الاصفر صامت في الدفاع اعتقد لابد انه يسجل عبد الله عبد الفتاح كره وتسديده كره برافو حارس المرمى بيشيلها الى صالح جاسم صالح وخطا على عبد الله عوض عبد الله عوض ارتكب خطا على جاسم صالح خطا فريق انه خذه خليفه شاهين الغانم افضل واخطر واقرب لكن ما سجل وقد يعاقب اذا ما سجل كره لعبت فيها الامام احمد محمد شايم مقطوعه تصل الى احمد ياسر رشدي بيلعبها الى جاسم صالح لكن في هذه الاثناء ينتهي شوط المباراه الاول بدون اهداف بين فريقي خليفه شاهين الغانم وفريق النخبه احمد المعتوب مباراه ممتعه من جانب واحد على الاقل في هذا الشوط الان مع زميلي بلال الشامي في الصاله انا راح يشجع اوكي يلا منو فيكم انت وين اللي عارف اللي عارف الصيحه ها اللي عارف الصيحه منو انت يلا تعال يلا كلكم وياه يلا قول ولا شمت فين شمت ولا شمت فين شمت كظموي شقينا وين ومليان قلبي مليان ويسيل مثل الوديان مليان قلبي مليان ويسيل مثل الوديان أركوك لا تعذبني وتروح النساء أركوك لا تعذبني وين مليان قلبي مليان ويسيل مثل الوديان مليان قلبي مليان ويسيل مثل الوديان أرجوك لا تعذبني وتروح عني أرجوك لا تعذبني وتروح عني صفقة هي 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 عاشوا يسلمون خليكم مع الشوط الثاني من المباراة لا تبعدون الفريق الاخضر فريق ناخذها خليفه شاهين الغانم السيطره كامله لكن ما سجل جول لابد ان يحسم الامور بهذه بعد ذلك في هذا الشوط شوط المباراه الثاني بتسجيل هدف وبالتالي التاهل الى المرحله القادمه وفي طبعا الفائز في هذه المباراه يواجه فريق ناخذها هلال فتحان المطيري حقيقه في مباراه السيمي فاينل كره الان الى حارس المرمى فليتشاوي بيلعبها طويله تصل الى يوسف ماجد الى احمد محمد بيلعبها الى احمد ياسر رشدي يتوغل احمد ياسر رشدي الله رشدي احمد ياسر رشدي
احمد ياسر رشدي بمجهود فردي احمد ياسر رشدي يسجل اولى اهداف فريقه بشوط الثاني في بدايه شوط المباراه الثاني. حقيقه توغل مراوغه احمد ياسر رشدي يشوف مر من الاول ماركو، ولكن هنا في مواجهه حارس المرمى سدد على طول، سجل اولى اهداف فريقه في السيمي فاينل او في دور الثمانيه هنا في هذه المواجهه امام فريق الناقد احمد المعتوق الذي لم يقدم ما يشفع له لحد الان في هذه المباراه، لكن فريق الاخضر فريق خليفه شاهين الغانم الذي قدم كل اوراقه بان يكون هو في مواجهه ناقد لال فجعان المطيري في المباراه السيمي فاينل، لانه هو الفريق الذي قدم عرض رائع لحد الان في الشوط الاول ويستمر في الشوط المباراه الثاني. سجل في البدايه عن طريق احمد ياسر، هل ياتي يوسف ماجد بهدف ثاني، هل ياتي ايضا عبد الله عبد الفتاح بهدف ثاني، ممكن الاسماء هذه حاضره بقوه في هذه المباراه، لكن امين حسام يحاول ورده الفعل الفريق الاصفر متواضعه لحد الان في هذا اللقاء، هو ظهوره كان متواضعا منذ البدايه، لكن فريق الاخضر برهم بان بحقيته بالتسع نقاط التي حصل عليها وكاول فريق وفي هذا الموسم يحصل في الدور الاول على العلامه الكامله بتسع نقاط، لذلك يستمر تالقه ويستمر قوته في هذه المباراه في سيطرته الميدانيه الواضحه، لكن يعيب عليه اليوم ان قليل الاهداف ما سجل الا جول. تلعب الى عبد الله عبد الفتاح من ناحيه ايضا جاسم صالح في اللعبه الماضيه، ولكن حارس المرمى الفليجاوي وبالتالي كره مقطوعه عادت مره عبد الله عبد الفتاح ويحاول يسدد، كره ارتدت امين حسام في الامام تصل الى عثمان غضير محاوله للرد بكره مرتده، ولكن هناك التغطيه على طول تاتي الكره الى يوسف ماجد يحاول، لكن جان ماركو في اللعبه الماضيه وبالتالي حول الى خارج الملعب. ركله تماس احمد ياسر رشدي لعبه الى يوسف ماجد طالت عمد فليتشاوي تلعب على طول في الامام الى جاسم صالح بيحاول لكن رقاب عليه وبالتالي كريستيان النازل يغطي في الكره الماضيه، تلعب طويله في الامام مقطوعه من احمد محمد شايم، يتدخل احمد شايم في الكره الماضيه وبالتالي الى ركله تماس تدخل جيد حقيقه في تمركز جيد ولاعب جيد احمد حقيقه احمد محمد شايم في الخلف في دفاع فريق ناخذ خليفه شاهين الغانم، اعطى ثقل واعطى ايضا امان لفريقان لانه ما يتقدم كثير احمد شايم وبالتالي دائما موجود في الخلف تحسبا لاي طارئ تحسبا لاي كره تاتي سريعه تاتي مرتده، لذلك هو متواجد. اذا اشراك اللاعب الان محمد عايض بديلا لجاسم صالح. احمد شايم جان ماركو يحاول ولكن الكره الى خارج الملعب لمصلحة فريق ناخذ احمد المعتوق يلعبها كرة تنس امين حسام، هذا لاعب اردني امين حسام، لكن يفقد الكرة امين حسام، فرصة جول ثاني والخطأ القاتل قد يكون من جانب امين حسام ويكلف فريق الان هدف ثاني يوسف ماجد يسجل ثاني أهدافهم وبالتالي يعقد الموقف للفريق الأصفر في هذا اللقاء. الفريق ناخذ أحمد المعتوق الآن غير أن أداءه ضعيف، غير أن أداءه غير مقنع، الآن يأتي هدف ثاني في مرمى بالخطأ من الدفاع وبالتالي يستفيد منه هو يوسف ماجد ليسجل ثاني أهداف فريقه وبالتالي يتقدم بهدفين فريق ناخذه خليفه شاهين الغانم، كره لعبت في الامام ولكن على طول حارس المرمى حمد بيشيله حمد. يوسف ماجد سجل الهدف الثاني والهدف الاول اتى عن طريق ايضا اللاعب احمد ياسر رشدي المدافع حقيقه. لعبت الكره الان الكره والمباراه في الشوط الثاني هدفين
والوقت يمر على الأصفر يمر. الأصفر ما قدم شيء حقيقة فريق ناخذه أحمد معتوق ما قدم شيء. عثمان طير بعيد تماما. عثمان طير نعم متميز كان العادة في هذا الفريق عثمان الغطير غير ظاهر في هذا اللقاء. عبد الله فتح إعلان الله فرصة ثانية علي هدف ثالث. فرصة كانت ثانية علي هدف ثالث لكن ما كملت لعبة في الأمام تطلع إلى خارج الملعب. ركلة تماس من جان ماركو أمين حسام يعود بالكرة في الخلف لحارس المرمى الفليتشاوي تأخر فيها الفليتشاوي مع أحمد ياسر تصل إلى أمين حسام. أمين حسام بيلعب بالخطأ إلى يوسف ماجد وتدخل مع حارس المرمى لكن فيها خطأ إصابة لحارس المرمى أحمد الفليتشاوي يتحمل إصابته وبالتالي الكرة لعبت في الأمام تصل جان ماركو. لحد الآن تخيل فريق ما عنده ردة فعل وكرة اللعب الآن كريستيان كازولا لكن يفقد الكرة بسهولة وكرة ملعوبة وهو يحاول فيها أيضا هو عبد الله الشطي في اللعب الماضية طالت منه عبد الله الشطي. تصل الآن إلى أمين حسام بيلعبها كرة في الخلف لكن ما كملت وبالتالي أحمد يسري إلى يوسف ماجد يقود الهجوم وكريستيان كازورلا. عنده خطأ لعبة يوسف ماجد يسدد كرة تصطدم عبد الله الشطي مع جان ماركو لكن كرة وصلت لحارس المرمى. حارس المرمى سيطر عليها على طول حارس المرمى في النص تعود عبد الله عبد الفتاح تلعب حاول التسديد على المرمى لكن حارس المرمى صحيح على مرحلتين حارس المرمى عبد الله خالد احمد ياسر لكن طالت من احمد ياسر طلعت الكره الى خارج الملعب. فريق ناخذها خليفه الغالب بهدفين فريق ناخذها احمد المعتوق لا شيء ويستمر وتستمر اتصالاته للمباراه الرابعه على التوالي في دورة الشركة الكويتية للاستثمار. هو فريق خليفة شاهين الغانم بلا خسارة وبفوز وبالتالي هو الفريق الوحيد اللي عنده 4 انتصارات متتالية وبالتالي من يوقف هذا الفريق عن انتصارات المتتالية هو فريق فتحان الهلال المطيري الذي راح يواجه في الربع النهائي أو في قبل النهائي يوم بعد غد الحقيقة بعد غد راح يواجه قبل النهائي كرة اللعبة عبد الله عبد الفتاح تلعب حاول احمد ياسر لكن كرة الى خارج الملعب عبد الله عبد الفتاح لاعب رائع حقيقة لاعب يمتحك في ارضية الملعب لكن ما كملت كورته وكرة اللعب حسام امين الى جان ماركو لكن احمد محمد شايم حقيقة ملاعب جيد ولاعب ممتاز حقيقة عطى ثقة وعطى الامان لفريق النافذة خليفة شاهين الغانم. كرة لعبت محاولة موجودة لتقليص الفارق لكن اعتقد ان الامور صعبة وكرة تلعب الى ماركو بيلعبها جهة اليمين محاولة ولكن كرة الى خارج الملعب تلك المحاولة وكرة الكرة الاولى الخطرة التي تنجح في الوصول الى المرمى لكن لم تدخل في الشباك. كرة لعبت الان مقطوعة تعود لاحمد محمد شايم بيلعبها الى ثمانية اللي هو أيضا محمد عايض وخروج حارس المرمى كانت خطرة لكن حارس المرمى تدخل فيها وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. الثواني الأخيرة القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء التقدم مستمر بهدفين مريحين يعطي الفريق الأريحية الكاملة في الذهاب إلى السيمي فاينل لهذه البطولة في هذا الموسم في هذا العام حقيقة لفريق الناخذة خليفة شاهين الغانم. كرة مع حسام أمين حسام لكن كورته هي الأخيرة في هذا اللقاء صافرة علي الصرفي والحكم محمد بدر تنهيان أحداث هذا اللقاء بفوز مريح بالنسبة لفريق
النوخذة خليفة شاهين الغانم بهدفين لا شيء فريق النوخذة أحمد المعتوق، وبالتالي يذهب الفريق لمواجهة فريق النوخذة لال فجحان المطيري في السيمي فاينل من هذه البطولة. فريق خليفة شاهين الغانم ينجح بالفوز في المباراة الرابعة على التوالي في هذه البطولة. بعد الفاصل تتقم زميلي أيضا بلال الشامي في الصالة، ومن ثم بعد ذلك أيضا الاستديو التحليلي. أما أنا فألتقيكم إن شاء الله في مباراة أخرى، إلى اللقاء. انتهت المباراة بفوز فريق النوخذة خليفة شاهين الغانم بهدفين مقابل لا شيء لفريق النوخذة أحمد محمد المعتوق. والحين مع اللحظة الحاسمة وتكريم أفضل لاعب، جائزة قيمة بقيمة $100 واللي راح يقدمها رئيس اللجنة المنظمة لدورة الشركة الكويتية للاستثمار السيد طلال الرجدان. نرحب فيه ونحييه، يعطيه ألف عافية على مجهوده الواضح في إنجاح دورة شركة الكويتية للاستثمار. مساك الله بالخير طال عمرك، مساك الله بالخير. واللي فاز معانا بجائزة أفضل لاعب رقم 7 من فريق النوخذة خليفة شاهين الغانم اللاعب أحمد ياسر، حيوه. هلا أبو حميد، هلا أبو حميد. هذه التشيك، يلا عطنا تشيك، تستاهل، ارفع تستاهل، يلا عطنا شيل عندك هذه، ارفعها فوق يلا انت عشان تبين. يلا الفاتحه حق العوده ان شاء الله. ونبارك الولدنا من فريق النوخذة شاهين الغانم اللاعب احمد ياسر، حيو حيو حيو. أعزائنا مشاهدينا الكرام لا تبعدون، خلكم معانا ننتقل للاستيد التحليلي مع زملائنا الكباتن إلى هناك. نبارك لفريق النوخذة خليفة شاهين الغانم، ونقول هارد لك لفريق النوخذة أحمد المعتوق. المباراة انتهت بثنائية نظيفة، وما زال يقدم مستويات رائعة فريق النوخذة خليفة شاهين الغانم. يعني هذا الفوز الرابع تبارك الرحمن على التوالي، يمتلك لاعبين، يمتلك رسم تكتيكي، قادر أن يوصله إلى المباراة النهائية. عبد الله لازم إحنا نشوف شيء. أوكي صحيح إن الفريق وصل، صحيح ان الفريق سجل، صحيح ان في فوارق، ولكن لازم ننظر ان الفريق ما في خطوره على مرماه. صحيح. يعني اوكي احنا نظرنا للامور الهجوميه، الامور كيف الوصول الى مرمى الخصم، ولكن بالاضافه ان نشوف التغطيه الدفاعيه، نشوف احمد ياسر شنو الادوار اللي قاعد يقوم فيها، هجومي دفاعي، فلاعب عنده القدره في تنظيم التنسيق حتى في مجهوده البدني. صحيح.
نشوف اللاعب شلون قدر انه يراوغ، شلون قدر يسدد، شلون قدر يضغط على اللاعب بالهدف الثاني، وافتكاك الكره من ثم التمرير وصناعه الهدف. فهذا كله ياتي عن طريق عمليه منظمه داخل الملعب. ما يصير اللاعب بروحه أكيد. يضغط بروحه ولا هو يتابع بروحه، لا، لازم هي عمليه منظمه ما بين الفريق ككل، وبعدها نشوف احنا الهدف شو يتسدد. نعم، يمكن كابتن سالم المباراة مثل ما ذكر اخوي ثامر ما كان فيها خطورة من قبل فريق المأخذة احمد المعتوم اللي حاول مجاراة فريق المأخذة الغامدي. بالعكس، يمكن نفس ما قال يمكن اخوي ثامر، النتيجة مو بس اليوم، انت لو ترد الاربع مباريات فريق المأخذة خليفة الغانم مسجل 10 ما عليه ولا هدف، يعني دفاعيا منظم البطولة كلها. شفنا ما استقبل نفس ما قلنا التنظيم الدفاعي، العناصر اللي عنده يعني قادرين يسيطرون على اي مباراه، لحد الان اربع مباريات هم مسيطرين عليها بشكل كامل. ممكن تحوش لهم مثلا فترات اللي يستغلها الفريق الثاني، ولكن قاعد نشوف سيطره كامله بالاربع مباريات مو بهالمباراه. فلحد الان ما شاء الله الفريق احد الفرق المرشحه، يمكن راح نشوفهم بعد وصولهم الحين راح يتمارون مع الفريق الهلال النخذه الانطيري، راح نشوف مباراه هم نهائي ثاني هذه. الله سهله، بالعكس يعني قاعد نشوف الحين المرحله هذه قاعد نشوف فرق يعني حرام انها قاعد تخسر. احنا ما يضرب كل مجموعه ثانيه هم فيها فرق متميزه، بس هذه الفرق الحين لحد الان المجموعه هذه لحد الان الحديديه للامانه قاعد نخسر فرق، ولكن ليست يعني مثل ما يقول البقاله الاقوى، كانوا استحقوا الفريقين استحقوا ان يوصلون لهالدور، مستوى ثابت من بدايه البطوله لنهايتها. نعم، اذا بكذي وصلنا معكم الى الختام. كل الشكر للكابتن سالم امان، وشكر موصول للكابتن ثامر الهاجري. اكيد باذن الله راح تكون في هناك ثلاث مباريات، المباراه الاولى ناخذ محمد ثنيان الغانم وناخذ احمد الخشتي، المباراه الثانيه راح تكون مباراه ايضا فنيه استعراضيه فيها تحدي وجميله ما بين لاعبين منتخبنا الوطني، والمباراه الثالثه راح تكون ما بين الناخذ محمد بن عيسى العصفور والناخذ خالد صالح الغنيم، ايضا مباراه من خلالها راح نعرف من هم الفرق المتاهله للدور قبل النهائي. نراكم على خير غدا باذن الله، نترككم بحفظ الله ورعايته والى اللقاء.